صباح الخير. صباح النور. شو الأخبار؟ شايفكم وكأن على رؤوسكم الطير. سلامتك، ما في شيء. الله يسلمك. وصل المدير العام يا ترى؟ هلا ما عاد عندنا لا شغلة ولا عملة بهالمكتب غير انه نراقب المدير العام اذا وصل ولا لا. قلتي صحيح ذكرتوني، اسمحوا لنا كل واحد 200 ليرة. يلا يا آنسة، يلا افتحي شنطتك وحطي بكفي اللي فيه النصيب. هي فتاح يا رزاق، ولشو بدك ال 200 ليرة من عند هالصبح؟ والله ما بتعرفي لشو؟ لا والله ما بعرف. يا ستي بدنا نزين وعملم حق زينة من الموظفين. شو هالحكي؟ ومن امتى كانت الزينة على حساب الموظفين؟ معلش يا أنسة سعاد، انت لساتك جديدة عنا بالقسم وما بتعرفي الأصول. شلون ما بعرف الأصول بقى؟ فهمني لحتى أفهم. يلي بقصده حرام إذا طلعت المبادرة منا شي مرة، حرام. معلش أستاذ حسام، بادر لحالك، نحنا ما عندنا استعداد للمبادرة، اللي فينا بيكفينا. طبعا مو ناقصنا مصاريف زيادة. أخي أنت ما بدك تبادر تصطفي، لا تحكي عن غيرك. يلا يا جماعة، مين بده يدفع؟ أنا دفعت 200 ليرة أول واحد. طيب ما بدنا نفهم شو مناسبة الزينة؟ على حد علمي ما في ولا مناسبة هلا. شلون ما في ولا مناسبة بقى؟ يا سيدي لمعلوماتك في مناسبة مهمة كتير. إذا قصدك على عيد الإنتاج، نحن احتفلنا وخلصنا. وإذا قصدك يوم التضامن مع الموظف، فهاليوم صار له مارق عليه 20 يوم. لا لا أنسة سعاد، لا هاد ولا هاد. في مناسبة مهمة كتير غايبة عن بالكم، بس إذا بتريدوا أنا بذكركم. شو هي؟ أمه لسيد المدير العام. شو بها أمه؟ ماتت؟ لا لا، طفي من تمك، الله يقدر، ليش عم تفوقي عليها مخلوقات؟ لكن شو بها أمه للمدير العام؟ يا ستي بدك توصل من الحج بعد كم يوم، وكتير بتكون بادرة حلوة ولطيفة من موظفين الشركة إذا عملنا لها استقبال يليق فيها وزينا مدخل هالبيت بشوية سرو وأضوية وسجاد ولافتات ترحيب. بادرة حلوة كتير. لك أخي أنت منين بتخترع لنا هالأفلام؟ هلا صار الحق علي، يعني عم حاول اقتنص لكم الفرصة لتبيضوا وش قدام المدير العام. دخيلك شو صاحب واجب؟ أخي ما بدنا نبيض وشنا، تركنا هالشغلة إلك. يعني ما بدكم تساهموا بحق الزينة؟ أنا بالنسبة لي ما بدي ساهم. وأنا كمان سيدي. وأنا من جهتي ممكن أتنازل عن 25 ليرة، بس مو أكثر. 25 ليرة؟ هلا هذا اللي طلع من خاطرك؟ والله هذا الموجود. بسيطة، تصرف له، في موظفين غيركم مستعدين يدفعوا. على شو كحتيت؟ على إذنكم. العمى على حالي، إنه الله منين بلانا بهيك موظف؟ أنا بعرف. روح قلبه تبيض الوش لتمسيح الجوخ. فعلا، يعني اذا تزوج ابن المدير العام بده يلم له مصاري لحتى يبعث له بوكي وقت، واذا مات حدا من قرايبين المدير العام او الوزير بده يجرجرنا لاخر ما عمر الله لحتى نطلع نعزي فيه. بس انا في شغله وحده محيرتني. وشو هي الشغله؟ احسان صار له موظف 20 سنه وبهال 20 سنه قضاها كولكه ولقلقه وتمسيح جوخ، ورغم هيك ما استفاد شيء ولساته بمطرحه تيتي تيتي مثل ما رحتي مثل ما جيتي. ايه طبعا، لانه الكاشفينه وهيك واحد مكشوف ما بيلزمه. ايه والله مزبوط، لك يلعن ابو اللقلقه شو بتساوي؟ بشع ما. تفضلي. يسلموا هالايدين. خمير. شو كنا عم نحكي؟ ايه بتصدقي بالله؟ اقسم بالله العظيم ابخل وانشح واكحت من هيك موظفين، لا شفت ولا عيني رايت، لكن عم بقلبهم، لكن مشان شويه زينه واغصان صاروا لام المدير العام، ما رضيوا يدفعوا، ما رضيوا. اتفو اتفو. هلا اتركنا من ام المدير العام وخلينا نحكي بالمهم. ليش في اهم من ام المدير العام؟ ايه طبعا في. مين يعني؟ بنتنا يارا. ليش بها يارا؟ كمان بدها تروح الحج؟ ولك شبك احسان؟ ركز معي شوي. بنتك يارا جايها خطابين. شو هالحكي؟ خطابين ليارا؟ من كل عالك عم تحكي انت؟ يو لكن من نصه. ايه بس البنت لساتها صغيرة، عم تدرس يعني. ايه لا سيدي، بنتها 16 سنة مو صغيرة. بعدين وينك لا تروح لبعيد، هاي انت تجوزتني وانا بنت 16 سنة
مو 19؟ صحيح ما بقول لك لا، بس زماننا غير هالزمن هاد، وبصراحة أنا مستحيل خطب يارا قبل ما تخلص دراسة، يعني قبل ما يصير عمرها على الأقل 23 سنة. بقى لا تفكري لي بهالموضوع إطلاقا، الله يرضى عليكي. هلأ أنت ما بدك تسأل عن اسم العريس قبل ما تقطع وتلحظ؟ ما بهمني مين ما كان العريس، وإن شاء الله يكون ابن أكريبوز، أنا مستحيل وافق ريما. حتى لو كان ابن مصلح مطلق مدير الهيئة العامة للمصالح الكبرى؟ مي؟ ابن مي؟ ابن مصلح مطلق شبهنا. عن جد عم تحكي؟ يو لكن عن مزح. بالله العظيم. الله يصحك يا ريما، احكي هيك من الأول ولا تخليني خبز بالفصة. شو يعني موافق؟ لك لك التاني. طبعا موافق، بدها التاني يحكوا فيها يعني. وينك ريما؟ الله يرضى عليك، يردي لهم خبر بسرعة انه نحن موافقين وبيحصلنا الشرف، منتشرف فيهم نحن. يو لك شو عم تحكي انت؟ هيك؟ من دون ما نسأل عن الشاب؟ لك شو جنيتي انت جنيتي؟ ما أحلانا ونحن عم نسأل عن ابن مصلح مطلق. آخ يا سلام عليك يا يارا. على هيك صيدي انه شلون تعرفت على هالشاب الأكابري؟ ما بعرف. على كل حال ريما، طول عمري أنا بقول انه هالبنت طالعة لأبوها. بتعرفي؟ إذا زبطت الأمور وصاهرنا مصلح مطلق بتكون طاقة القدر انفتحت لنا. يا سلام، ولك هي الفرصة اللي كنت أحلم فيها كل عمري، هي هي بذاتها، لا راحت ولا أجيت. شو عم تقول؟ فرصة؟ طبعا قسما بالله اليارا مو قليلة أبدا. برافو عليكي وألف برافو يا يارا. هلأ معقول المصلح مطلق يصاهر أحسن؟ شو وقع ولا بعد؟ إيه وقع مشي حاله، والكتاب يا أنسي سعاد بعد 3 أيام. الله يعيننا على هالشغلة، ابن غير شيء أحسن روح قلبه الأنزع والمنفخة وشوفت الحال. فعلا هو من دون مصلح مطلق ما كان عم يتهدأ، شلون هلأ إذا بده يصير عن بنته؟ قلتك ممكن مصلح مطلق يدعمه عندهم بالمؤسسة ويسلمه شيء منصب. إيه ليش لا؟ وبكره بتشوفه. بس ما يحطه مدير علينا؟ ايه ما بظن احسان يقبل بهيك شغله، لانه طموحاته اكبر من هيك بكثير. كمان يا حبيبي هذا اللي كان ناقص. اهلين بالنسيب الحبيب. تحياتي وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الله يعزك يا سيدي. اتفضل ارتاح. الله يسلمك. العفو منك يا سيدي. كيف الصحه؟ والله تمام تمام سيدنا، ماشي الحال الحمد لله، يعني بنشكر الله وبنحمده دائما وابدا. انا مشتاق لك كثير. الله يسلمك يشارك العافيه. شو بتحب تشرب؟ لا لا معلش مصلح بيك. العفو منك، يعني شو جاي نجربك نحن هلا ولو يخليني اياك؟ هيك بزعل منك. اثنين شاي يا ابني. ايه اللي هو مصلح بيك، انا ما راح اعطلكم واخذ من وقتكم كثير، بس الحقيقه انا حابب هيك اطلب منك يعني خدمه صغيره لو تكرمت. تفضل ولو عم بسمعك. يا سيدي انا سبق وحكيت لك عن وضعي الوظيفي وشرحت لك قديش انا مظلوم لاني ما اخذت فرصه حقيقيه مشان اقدر اثبت فيها نفسي وكفاءتي وموجوديتي. هو اولا واخيرا يا استاذ احسان انت رجل والسبع تنعام منك، وانت فعلا بتستاهل كل خير، وانا رح ساعدك قدر امكانيتي. انت شوف المنصب يلي بتلاقي فرصتك فيه وترك الباقي علي. هو الموقع موجود مصلح بيك. وين هذا الموقع؟ مولانا مدير العلاقات العامة بالمؤسسة تبعنا عطاك عمره الله يرحمه بحادث سيارة من حوالي أسبوعين، والموقع لحد هلأ شاغر. بقى بركي هيك يعني بمعيتكم بتحكولنا مع حدا من شان. ولا يهمك أستاذ، اترك هالموضوع علي وما بتكون إلا رضيان. يعني منين بدهم يلاقوا مدير علاقات أفضل منك؟ الله يجبر بخاطرك مصلح بيك. ألو مرحبا مولانا، كيف الصحة؟ الله يخلي لي إياك يا رب. شكرا شكرا كثير إليك مولانا. في إلي طلب بسيط عندك. في نسيبي بيشتغل بمصلحة المصالح العامة وبدنا نعينه مدير العلاقات العامة لأنه المحل شاغر. الله يكرمك يا مولانا. نعم معه شهادة جامعية ومستوفي كل الشروط. ومن جهة تانية مولانا هو رجل نشيط وطموح وبغار على المصلحة العامة. عمره قديش عمرك بالضبط؟ 50 سنة وشهرين سيدي. 50 سنة مولانا؟ لا شو هالحكي. طيب طيب مولانا شكرا كثير
شكرا كثير لك، يعطيك العافيه. خير مصلح بيك. الحقيقه الامور كانت ماشيه تمام، بس شرط السن ما زبط. عفوا شلون يعني ما زبط؟ عم بيقولوا انه التوجه هلا بدهم يعطوا فرص للكوادر الشابه باستلام المراكز المهمه بمؤسسات البلد، وهذا المنصب تحديدا بدهم يعطوه لواحد ما بيتجاوز سنه 45. لا حول ولا قوه الا بالله. العمى على الحظ، يعني لو كنت اصغر بخمس سنين كنت حصلت على المنصب، مو هيك مصلح بيك؟ طبعا بكل تاكيد. اصبح خلاص معناها بتتدبر. تتدبر؟ وشلون بدها تتدبر؟ ولا يهمك مصلح بيك، انا رح ادبر هالقصه بمعرفتي، بس يعني اذا ممكن خليهم يتريسوا شوي وما يعينوا حدا بالعلاقات العامه، هيك رح تدبر حالي. طيب ما اختلفنا، انا رح خليهم يتريسوا، بس كيف بدك تدبر حالك؟ ولا يهمك سيدي، بسيطه بسيطه. يلا باذنكم. وين ما بدك تشرب شاي؟ يا سيدي مشروب يخلي لي اياك. شو شو يلا السلام عليكم. ولا يهمك استاذ حسان، تتدبر، ما في شيء بهالبلد ما بيصير. يعني ممكن صغر حالي خمس سنين؟ ايه ممكن، ليش مو ممكن؟ بس بصراحه يعني الشغله بدها تكلفك شوي. من هالناحيه ولا يهمك استاذ، قد ما كلفت انا مستعد ادفع. عظيم كثير. اصبح لي انت عندك اخوات اصغر منك شيء؟ لا لا ابدا، انا وحيد لاهلي. ممتاز كثير، هذا الموضوع رح يسهل علينا المهمه كثير. ما فهمت عليك، شو الاجراءات يلي بدنا نعملها؟ اول شيء بدنا ندبر شاهدين يشهدوا قدام المختار انه انت كان لك اخ اكبر منك بخمس سنين ومات، وابوك ما وفى بالسجلات، يعني قيدك هلا هو قيد اخوك المتوفي قبل ما تخلق بخمس سنين. حلو كتير، بس منين بدنا ندبر الشهود؟ هلا الشهود لا تكلمون، انا بدبرون، بس كل شيء بحسابها استاذ. ولا يهمك من هالناحيه، اطمن. وبعد هالاجراء هاد بدنا نرفع دعوه على الوالد. معقول ارفع دعوه على ابي؟ لا تنوهم، الدعوه شكليه وبتموت بالتقادم، يعني اجراء شكلي لا بيقدم ولا بياخر، بس الوالد لازم يكون عنده علم بالموضوع لحتى ما يتفاجأ ويتصرف شي تصرف ينزعنا الطبخه. ماشي الحال، مو مشكله، بس شو المطلوب مني هلا قبل كل شيء؟ اول شيء بدك تعمل لي وكاله، وبدي يعني عدم مؤاخذه 10000 ليره دفع على الحساب، وبتروح عند الوالد بتفهم الموضوع مشان نمشي بالمعامله. اي ما في مانع، اتكلنا على الله. لا اله الا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شرف الاستاذ. اي والله يسلم ايدي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. ولك يا ابني شو عم بتقول؟ بدك ترفع دعوة قضائية ضدي؟ بابا فهمني أرجوك، هالإجراء شكلي شكلي بحت. ولك يا ابني أنا بعمري ما فتت على محكمة، بقى بدك ياني بآخر عمري اتجرجر على المحاكم، شو هالاستفادة اللي استفدتني فيها يا ابني؟ طول بالك بابا طول بالك، ليشك عصبت؟ أنا اتفقت مع المحامي وهو قال لي إنه هالدعوة شكلية، يعني بتموت بالتقادم، بتروح بتموت. وإذا ما ماتت بالتقادم؟ ما بيصير يا أبي ما بيصير، الشغلة مضمونة وقانونية 100%. بعدين بترجاك بابا، هاك بوس إيدك، لا توقف بوش مستقبلي، لأنه أنا متى ما صغرت حالي خمس سنين رح أستلم مدير عام علاقات عامة، يعني عز وجاه وسيارة وبنزين وكله على حساب الدولة. ليش فكرك قليلة لما بصير ابنك مسؤول وبتشوف حالك فيه قدام الناس كلها؟ ومين قال لك بدي أشوف حالي قدام الناس؟ أنا رجال بآخر عمري وعلى حافة قبري، وما بدي غير حسن الختام، بقى ما في داعي شرشح أبوك بآخر عمره. بإذن الله ما بصير شرشحة. خلاص بابا، أنت اطمن وحط إيديك ورجليك بمي باردة. بعدين المحامي اللي ماسك لي القضية يعني بلوي وحجة بالمرور عبر صخرات القوانين. عمل لك شغلة كبيرة كتير بابا، وإذا الله راد ما رح خليك تنهان أبدا، ولو بقى هدي لي أعصابك وروق لي دمك ولا تخاف. لا حول ولا قوة إلا بالله. والله يا ابني ما بعرف شو بدي أقول لك. بابا لا تقول شيء، خلاص. أنا من بكرة رح أنزل على القصر العدلي وأرفع دعوة ضدك. والله يقدم لنا اللي فيه الخير. بس أنت ادعي لنا بابا، هات إيدك للمساس. الله يوفقك يا ابني. خلي لي إياك. الله يوفقك. السلام عليكم. مع السلامة. اتفضل أستاذ، وهي حكم قضائي بتصغير عمري خمس سنين. فيا ريت تعطوني إخراج قيد جديد بناءً على هالحكم. إيه. تكرم عينك، راجعني بعد 15 يوم. لا لا تقول يا استاذ، ليش بعد 15 يوم؟
لأنه لازم أرفع الحكم للجهات المختصة. بتصدق بياخذ الصفة القطعية وبعدين بنعدلك نفوسك بناء عليه. بس يا أستاذ كتير 15 يوم والله كتير، بتطير الوظيفة من إيدي بعدين. أنا وظيفة؟ طيب ماشي ماشي خلاص مراجعك بعدين. تفضل أستاذ أحسن. لوين لوين؟ خلاص خلاص هلا تفضل 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 معي تفضل معي بالإذن. يا أستاذ حسن خلاص لا تضوج، أنا خلال 4-5 أيام بالكثير بصدق لك رح كون طالع لك إخراج قد جديد ولا تكلها؟ أكيد. لك طبعاً أكيد ولو، بس الشغلة بدها تكلفك ها، بقى أنت روح هلا على بيتك واتكل على الله وراجعني بعد 4 أيام. يا عين عليك يا أستاذ، يعني ما بعرف شو كنت بدي أعمل بحالي لولاك. يا أخي يا هيك المحامين يا بلا. لك لحتى تعرف عمين عم تتعامل أنت، اتكل على الله هلا وأنا راجع لجوا أتفاهم معه. روح يا أستاذ، إلهي ياخذ بيدك وينصرك. يلا. إلهي وفقك يا رب. إن شاء الله تصبح معك. إن شاء الله. تفضلوا مصلح بيك. هي إخراج قيد جديد بيثبت إنه عمري 45 سنة مو 50. يعطيك العافية. الله يعافيك يا سيدي. بس ما بعرف شو بدي أقول لك يا حبيبي. بصراحة تأخرت علينا شوي. شلون يعني؟ ما فهمت. لأنه الوظيفة طارئة. واليوم طلع قرار بتعيين مدير جديد للعلاقات العامة. لا حول ولا قوة إلا بالله، العمى على هالحصل مزفيت. مصلح بيك، دخيلك دبرني. صدقني تكلفت أكثر من 20,000 ليرة على هالشغلة هي. خلاص ولا يهمك، أنا رح دبرك بشغلة أحسن. هلأ في بعثة على اليابان، وأنا رح أدحش لك اسمك بهالبعثة. وبيني وبينك بهالبعثة رح يطلع لك بين 300,000 و400,000 بشهر زمان. هي غير شمة الهواء، بقى شو رأيك؟ ولو ما بدي وافق، إيدي بزنارة، ادحشني بالبعثة فورا. بس في إجراء صغير لازم تعمله قبل ما رشحك على هالبعثة. وشو هو هالإجراء مصلح بيك؟ بدك ترجع تكبر حالك من جديد، لأنه شرط الاشتراك بالبعثة إنه الواحد لازم يكون عمره فوق 50 سنة. شو هالحكي؟ هذا الشرط. طيب مو مشكلة مصلح بيك، راح أرجع كبر حالي عن إذن وسيلي. وين رايح؟ عود شرب شاي. ما عليه شيء مصلح بيك، مو بيناتنا، بدي رح أروح لعند المحامي هلأ بيسكر. عن إذنك عن إذنك. ولا يهمك استاذ، بتصير كل شيء بهالبلد بيصير، بس طبعا كله بحسابه. مو مشكله استاذ، بس شلون بده تصير؟ يا سيدي بنرفع دعوه جديده وبنطعم بشهاده الشهود وبنطالع ورقه مختار جديده. انت لا تكلم همشي، المهم هلا روح لعند الوالد وفهمه انه رح نضطر نرفع عليه دعوه جديده. واذا ما قبل؟ ليش لحتى ما يقبل؟ تقنعه انت. خلص روح هلا حاول. طيب ماشي حال استاذ. اهلا وسهلا. ولا شو هاد؟ بدك ترفع دعوة تانية ضدي؟ طول بالك يا بي، ليش ضجت؟ طول بالك روق دمك. صدقني كل هالدعوة حبر على ورق، ما لها قيمة يعني شكلية، بتسقط بالتقادم. هيك قال لي المحامي. ولا تضرب انت وهالمحامي، روح ما خليك روح. طول بالك يا بي طول بالك، الله خلي لي اياك. عملك الدعوة بتسقط بالتقادم. ولك روح بقى، ان شاء الله بتسقط كبير ما له قرار. روح لا تروح عني. طيب يا بي طيب، ما خلينا اياك. اهلي بتسقط قال. اتفضل مصلح بيك، هي حكم قطعي ومصدق بتكبيري 6 سنين، وهي اخراج قيد جديد بيثبت انه عمري 51 سنه وشهرين. يعني هيك جماعه البعثه ما عاد لهم حجه ابدا. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا سيدي. بس ما بعرف شو بدي اقول لك يا استاذ احسان. خير سيدي في شيء؟ للأسف الشديد البعثة التغيت. شو عم تحكي مصلح بيك؟ التغيت؟ هذا اللي صار، وبصراحة ما بعرف ليش هيك حظك. دخيلك مصلح بيك، أنا صرت متكلف أكثر من 40,000 ليرة على التصغير والتكبير. خلاص ولا يهمك، إلا ما دبر لك شي وظيفة مرتبة، بس مهلني كام يوم. ولا إلا روح أنت بمعرفتك دور على شي شاغل مرتب وقل لي عليه، واترك الباقي علي. ماشي الحال ماشي الحال مصلح بيك، رح أدور بإذنك. شو إحسان؟ لأمتى رح تضل أخذ إجازة؟ لحتى يفرج رب العباد. يفرج رب العباد؟ كيف يعني؟ يعني بصراحة ما عاد إلي عين أرجع داوما بمحلي بعد ما طلعت على حالي إشاعة أني رح أستلم منصب مهم بالدولة. يعني ما بدي صير مضحكة قدام رفقاتي بالوظيفة. طيب وإذا ما زبطي؟ رح تضل هيك قاعد بخلقتي ليل نهار؟ ولا يهمك الا ما تزبط، وطالما مصلح مطلق وراي ايه بدها تزبط اجباري. بس لقيتها، هي الوظيفه اللي بتناسبني. شو لقيت؟
بعدين بقول لك، انا رايح. استنى لأفهم منك لوين؟ رايح لعند مصلح بيك قبل ما ينزل من مكتبه. يلا عن اذنك. المشكلة يا إحسان إنه هالمنصب مستحيل يزبط عليك. ليش مستحيل؟ إذا بدهم تحت 50 أنا جاهز، وإذا بدهم فوق 50 كمان أنا جاهز. المشكلة مو مشكلة عمر. لكن مشكلة شو؟ لأنه المطلوب مواصفات خاصة مستحيل تنطبق عليك. ما فهمت مصلح بيك، شلون يعني؟ يعني بصراحة هالمنصب بده وحدة ست. ست؟ إيه إيه ست. مرة يعني. والله يا مصلح بيك مشكلة حقيقية. يا ترى قديش بتكلف إجراءات التغيير؟ ثم صرخ بسام صرخة مدوية شقت سكون الليل وكسرت جدار الصمت. أنا القاتل. وارتمى على كرسيه يجهش بالبكاء. نقطة انتهى، خلصت الرواية. يعطيك العافية. مبروك حبيبي. الله يبارك فيك يا رب ويخلي لي اياكي ويسلم هديات. الحقيقة يا سميرة أنا لولاكي ما كنت بسوى شيء، لأنك وفرتي علي جهد كبير. الواحد يحكي الحق. إيه بس يعني إن شاء الله تبين معك بعد كل التعب. ولا يهمك روحي، راح تبين صدقيني. طيب بدي أسألك، لولاي شو كان بيطلع بإيدك تعمل؟ ما بقدر أعمل شيء لولاكي. قال أعمل؟ قال أنا لولاكي صفر عشمال. يعني بالفعل صدق الذي قال وراء كل رجل عظيم امرأة تطبع له على الكمبيوتر. طيب شو ساوي هلأ؟ بتريد انسخ لك إياها ولا خليها على الفلوبي؟ أنت خليها على الفلوبي مبدئيا وبعدين بنسحبها. أوكي تفضل. وهي الفلوبي تبع رواية صار جاهز. حبيبي ما قلت لي انت ليش ما عم تبدا النشر؟ يعني ما شاء الله صار عندك 4 روايات جاهزين. خلص ولا يهمك، من هلا ورايح قررت ابدا النشر. وراح تكون روايه جريمه في حاره الباشا اول روايه راح انشرها. ايه بس في شغله انا حابه افهمها. شو هي يا ترى؟ يعني انت ليش عم تجمع كل هاي الروايات؟ ليش ما بتنشر اول باول؟ ما بقدر يا سميره، لاني متبع تكتيك خاص. ممكن افهم شو هو هذا التكتيك؟ على عيني راح فهمك. هلا فرضا نشرت هالروايه يلي قلت لك عنها جريمه في حاره الباشا ونالت اعجاب واستحسان القراء والنقاد ونجحت، فكرك شو راح يصير وقتها؟ اكيد راح يطلبوا منك روايه تانية. صحيح، برافو عليكي. وانا على بين ما اكتب روايه تانية بتكون الناس نسيتني وبخف الطلب على اسمي. اما اذا كنت جاهز ونشرت 4 روايات ورا بعضهم بكون عملت لحالي اسم لامع وثبتت اقدامي بالساحه الادبيه. معقول كتير، بس ما قلت لي قديش رح يكلفك نشر الرواية؟ بصراحة بيكلف كتير، ومشان هيك ما رح انشره على حسابي الخاص. لكن على حساب مين؟ اوعى يكون على حسابي. ها لا اطمني، لا على حسابي ولا على حسابك، على حساب دار النشر. يعني باختصار انا بقبض من دار النشر حق روايتي وبحطه بجيبتي، وبعدين ما لي علاقة بأي شيء تاني. ربحوا خسروا سوقوا وزعوا يصطفلوا، انا لا دخلني ولا خرجني. طيب حبيبي انت متاكد انه رح ينشروا لك؟ والله انا واثق من حالي ومن امكانياتي، وبتصوري هالشي بكفي. لك بتعجبني فيك هالثقه بالنفس. بس هذا اللي بيعجبك فيني؟ ايه بس شو مفكر لك؟ عفوا مين عم يحكي؟ الاستاذ عبد القادر عبدلي. اهلا وسهلا فيك. منين عم تحكي استاذ؟ من هون ولا من ادلب؟ اهلا وسهلا. ايش شرف لعندي لهون استاذ. شوف استاذ، اذا كانت المترجمات من الادب التركي فجيب المترجمات لانشر لك اياها فورا. لا 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 استاذ، لانه الادب التركي ماشي سوء بهالايام، وخصوصا لعزيز نيسين ومظفر ازكو وخلدون طرار. انت تعال هون ومنتفاهم. خلاص استاذ عبد، ما بتكون الا رضيان ان شاء الله. مع السلامه. مع السلامه استاذ عبد. تفضل. صباح الخير استاذ زاهر. صباح الخيرات، اهلا وسهلا. الله يعطيك العافيه. يا اهلا وسهلا. تفضل وسهلا. تفضل. شكرا يا استاذ. الله يخليك ويديمك. يا اهلا وسهلا. انا بهاء العجلاني.
يلي حكيتك على التليفون. يا ميت اهلا وسهلا يا ميت، مرحبا. الله يخليك. حضرتك قلت لي انه عندك مجموعه شعريه للنشر، ما هيك؟ لا، روايه. ايوه روايه حلو كثير. بس حضرتك نشرت شيء قبل هالمره؟ الحقيقه لا، لسه ما نشرت شيء، هي اول مره. يا سيدي مو مشكله، وان شاء الله بتكون فاتحه خير بيناتنا. جبت مخطوط الروايه معك؟ ايه طبعا، وهي المخطوط مطبوع بالكامل على هالفلوبي. تفضل. يا سيدي احييك، لانه تخزين الروايه على الفلوبي اضمن وانسب، وغير هيك بيوفر علينا مشقه قراءه الخطوط الرديئه، فيا ريت كل الكتاب يمشوا على طريقتك يا استاذ. يا سيدي الله يخليك، هذا من لطفك. عفوا استاذ، انت عندك فكره عن تكاليف النشر؟ لا والله ما عندي فكره. ليش؟ شو ليش؟ ما بدك تعرف قديش بتكلف نشر روايه؟ عفوا استاذ زاهر، انا اسف، يبدو اني ما حطيتك بصوره الوضع تماما. يعني في عندك اقتراحات؟ لا مو قصه اقتراحات، بس الحقيقه انا ما عندي امكانيات للنشر على حسابي. بقى اذا في مجال تنشروها انتو وتبدو من هلا ب لا كمل استاذ، انا فهمت عليك. اسف كثير، يعني لا تاخذني بهالكلمه، امكانيه الدار مو خرج تتحمل هيك مغامره. مغامره؟ طبعا مغامره. يعني عفوا نشر روايه لكاتب محلي ومغمور مو بس يعتبر مغامره، يعتبر تهور وقفز في المجهول. اوف، وليش بقى استاذ زاهر؟ رح اقول لك ليش، بس رجاء ما تزعل مني. لا لا ولا يهمك استاذ، تفضل. الحقيقه انه ثقه انعدمت تماما بين القارئ العربي والروائي العربي، سواء كان هذا الروائي كاتب قصه قصيره او روايه، او حتى كان كاتب محلي او كاتب عربي من قطر اخر. يعني بصراحة ما بعرف ليش كتابنا فقدوا القدرة على الابتكار والابداع. لا مو لهالدرجة استاذ زاهر. يا سيدي لهالدرجة واكثر. وما بكون عم بالغ اذا قلت لك انه الساحة الادبية عم تعاني من الخواء. معلش استاذ خلينا موضوعيين، يعني في فراغ كبير ما حدا عم يقدر يمليه من الكتاب العرب. لا والمشكلة مو هون. وين المشكلة لكان؟ المشكلة انه كتابنا عم يتأثروا بالموجات الادبية اللي عم تطلع بالغرب وصاروا أسيرين إلى. يعني بالفعل مثلا ما عاد تلاقي كاتب له شخصية أدبية مستقلة، والسبب هو إنه الكل عم يقلد ويقتبس. طيب شو عليه إذا الواحد اقتبس أو تأثر بكاتب آخر؟ يعني لا تنسى إنه في شيء اسمه التواصل بالأدب الإنساني. أنا معك، لما بيكون في أخذ وعطاء، مو بس أخذ. معظم الشعراء عم يكتبوا عن الحداثة وما بعد الحداثة، ونسوا الشعر العمود الجميل نهائيا، وصاروا يقلدوا بودلير، بابلو نيرودا، بوشكين. اشتهيت واحد فيهم ينهج نهج المتنبي او بدر شاكر السياب او جبران خليل جبران، وكأنه الشعر خلق بالغرب ما خلق عنا. يا سيدي بهي معك حق، يعني مو معقولة امي مثل امتنا كان تراثها الادبي تقريبا مبني على الشعر تجي هلأ تستورد الشعر من الغرب. لا وغير هيك ما حدا بيعرف الاوزان ولا العروض، وبعمره مو سمعانين بالبحور الشعرية، مو سمعانين لا بالطويل ولا البسيط ولا الوافر ولا الكامل ولا المخطب ولا المجتث ولا المنسرح ولا السريع ولا الخفيف، ومشان هيك بيهربوا من الوزن والتفعيلة للتعابير الجميلة أو الصور الضبابية. لا لو وقفت الشغلة على الشعر هينة، بس كمان كتاب القصة الساخرة صاروا بدهم يقلدوا تشيخوف وعزيز نيسن، والروائيين بدهم يقلدوا ديستوفيسكي وكانديرا وماركيز، والمسرحيين بدهم يقلدوا بريخت وإبسن وأرسل ميرر. بالفعل مشكلة يا أستاذ زاهر. مو بس مشكلة، هاي كارثة. ونحن إذا رح نضل هيك رح تنمحى هويتنا الثقافية ونصير بخبر كان. بس يا أستاذ زاهر عفوا، يعني أنتوا إذا كنتوا حريصين على الهوية الثقافية فالمفروض تنشروا إنتاج محلي مو إنتاج مترجم. ليكو التاني، يعني معقولة أنا أخسر وحط مصاري من جيبتي منشان حافظ على الهوية الثقافية؟ أنا اللي بيهمني أولاً وأخيراً أني أطبع كتاب جيد ويجيني منه مردود جيد، وأكثر من هيك ما بدي. أصبح بهالصورة أنت ظلمتني. شلون يعني؟ يعني عدم المؤاخذة يا أستاذ زاهر، حضرتك تعاملت مع روايتي بأحكام مسبقة والمفروض تقرب الأول وبعدين تبدي رأيك. عفوا استاذ انا ما حكيت شيء عن روايتك، بالعكس تماما، ممكن تكون روايتك شغله مهمه كثير،
بس كل ما هنالك انا ماني جاهز غامر وانشر على حسابي، ماني جاهز غامر اطلاقا. طيب اوكي استاذ زين، انا شرفنا معرفتك. اهلا وسهلا فيك يا استاذ، وانا بكرر اسفي. لا ولا يهمك، معلش ما في مشكله. تفضل. شكرا. اسف كثير يا استاذ، ما بننشر الا روايات مترجمه، بقى اذا عندك شيء مترجم اهلا وسهلا فيك. مع الاسف يا استاذ، انا ما عدت نشرت روايات محليه من زمن بعيد، بس اذا عندك روايات مترجمه من التركي او الروسي او الفرنسي او الانجليزي انا مستعد انشرهم فورا وبدون اي تحفظ. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو هالحكي؟ يعني ولا دار نشر قبلت تنشر لك الرواية؟ تعدميهم يا سميرة، ولا دار قبلت، ومو بس هيك، حتى قراية ما حدا تنازل يقرأ، ما حدا قال لي شو في معك. بقى معقولة يا سميرة؟ معقولة يكون أي كاتب أجنبي له فرصة بالنشر هون أكثر من الكتاب العرب المحليين؟ فعلاً هزولات. أنا ما عم بفهم شو السبب اللي خلى ثقتهم بالكاتب المحلي تنعدم بهي الطريقة؟ والله ما بعرف، شو بيعرفني؟ خلاص، اسمع بهاء، معناها ما في غير انك تنشر عن طريق وزارة الثقافة أو عن طريق اتحاد الكتاب العرب، هدول قطاع عام والمفروض انهم يشجعوا ويستوعبوا الموضوع. صحيح، بس المشكلة أنا مالي عضو بالاتحاد، والنشر عن طريق الوزارة له إجراءات روتينية إلها أول ما لآخر، وبصراحة أنا مالي مستعد أنتظر، عن قلبي. طيب والعمل؟ ما بعرف يا سميرة، والله ما بعرف، والله شي بحير، والمشكلة صار لازمني مصاري وبسرعة كمان. اي معلوم، صار لازمنا مصاري، اكيد بدنا مصاري. بهاء، اجتني فكرة. شو هي؟ هاتي لشوف. هلا هن ما ابدوا لك استعدادهم لنشر اي شي مترجم؟ بلا، هيك قالوا. خلاص، معناها ما في غير انك ترجم لك كم رواية اجنبية وتنشرهم، ومن حقهم فيك تطبع روايتك على حسابك. بعدين حبيبي ما شاء الله عليك، انت فتحة باللغة الانجليزية، وترجمتك كثير سريعة. صحيح، بس هذا بده وقت يا سميرة. شو فكرك يعني الترجمة سهلة؟ الترجمة كتابة تانية، يعني على الأقل بدي 3 شهور لترجم أي رواية، ولا مفكرتين الدكتور سامي الدروبي؟ هي لأ، هيك عقدت كتير. وينك سميرة؟ أنا لقيت الحل. طيب شو هو؟ أنا رح أترجم رواية أجنبية، ما في قدامي غير الحل. شبنا بها؟ هلأ كنا عم نحكي بنفس الموضوع وأنت ما قبلت. صحيح، طولي بالك علي، لا تخط في الكباية من راس المعون، رح كمل فكرتي. أنا رح أترجم رواية أجنبية سهلة كتير، يعني بيوم زمان بتكون خالصة وعلى 24 إيراط. شو هالرواية العظيمة اللي بتترجم بيوم زمان؟ روايتي جريمة في حارة الباشا. لك شو عم تحكي أنت؟ شو نسيان أنه روايتك مكتوبة بالعربي؟ لا ما نسيت، كل ما هنالك أني رح أترجم الرواية أول شيء للإنجليزي وبعدين رح أرجعها للعربي، وهيك بصير اسمها رواية مترجمة. ما فهمت عليك شيء، شو قصدك؟ يعني بصريح العبارة رح أقدم الرواية تبعي على أساس إنها رواية مترجمة وباسم شي كاتب أجنبي من اختراعي، ليكن مثلا روبرت ماكلاود أو ويليام روبنسون، هنري سميث. حلوة الاسم مو هيك؟ معقولة؟ معقولة تتخلى عن حقك المعنوي والأدبي بالرواية بهالسهولة؟ ستي معقولة وستي معقولة كمان، لأنه بصراحة ما ضل قدامي غير هالحل. بعدين أنا ما رح أتخلى عن اسمي على طول، هاي خطة مرحلية وبس. عن جد ما عم بفهم عليك. يعني إذا مشي الحال وقدرت أنشر رواياتي على أنها روايات مترجمة ولكاتب من اختراع بنات أفكاري، ممكن فيما بعد أكشف القصة قدام النقاد والصحفيين وأرجع أستعيد ملكيتي لهالروايات. بس خايفة ما تزبط معك، لأنه ساعتها رح يتهموك بالتزوير والتلاعب وبيجوز يعاقبوك على هالشي. ستي وعمرها ما تزبط، بكفي إني نزل اسمي مترجم لرواية، أنا قنعان بهالشي. ما بعرف بها، مالي مطمنة، عن جد خايفة ما تزبط معها. تزبط بتزبط، ليش لحتى ما تزبط؟ خصوصي إنه روايتي فكرتها إنسانية عامة، ما لها مرتبطة بشكل مباشر بأي بيئة، يعني مجرد تغيير أسماء الشخصيات والأماكن والمدن بتصير رواية أجنبية. طيب وبركي طلع في كاتب عن جد اسمه هنري ثميث ورفع عليك دعوة بالقضاء.
هلا معقولة تزبط هيك صدفة؟ بعدين وينك؟ إذا مو مرتاحة لاسم هنري سميث، نقي أي اسم بيخطر على بالك. لا حبيبي، لا ما حذرت، أنا ما بحط ولا شيء على مسؤوليتي، أنت نقي الاسم وأنت تصرف. خلص لكان، خلينا على هنري سميث، أحلى من روبرت ماكلاود. هنري سميث اسم محترم، وبيوحي إنه كاتب مهم. قومي لقلك قومي. لوين؟ لغرفة المكتب، حتى مباشر ترجمة. قومي. ايه ستي؟ اول كل شيء غيري لي اسم الروايه من جريمه في حاره الباشا لجريمه في اللهم صلي على النبي في نيوكاسل ديندي ليفربول. ليفربول حلوه، جريمه في ليفربول. وين هي ليفربول؟ مدينه بانجلترا، يعني نحن رح نعتبر انه الكاتب انجليزي والاحداث كلها عم تصير بانجلترا. ماشي الحال، شو غير كمان؟ رح نبدأ أول شيء بأسماء الشخصيات. إيه ستي، حطي لي توماس بدال تامير، وبول بدال بسام، ومايكل بدال وائل، وحطي لي بدال نسرين كريستين، وميريل بدال مريم، وإليزابيث بدال هيفاء، وكلوديا بدل نادية، ونيكولاس بدل عباس، وفيفيان بدل إحسان، وباربرا بدل بهيرة. ولسه في عنا شخصيات بالرواية غير هدول؟ ايه لسه في عبد الجبار. عبد الجبار، عبد الجبار، عبد الجبار. حطي بداله إدغار. ليش في هيك اسم؟ طبعا في، نسيتي الكاتب إدغار ألان بو. اوكي هاي خلصنا الاسماء، شو بقي لسه؟ لحظه لقلك، في عنا لسه المدن والاماكن. حطي لقلك، حطي هايد بارك بدال جنينه السبكي، والبيكاديلي سكوير بدال ساحه العباسيين، وماربل ارش بدال سوق ساروجا، وحطي بدال اوتوستراد برزي أوكسفورد ستريت، وبدال جنينة الطلائع أفنغارد غاردن، وبدال نفق الثورة فيكتوريا جانكشن، وبدال شارع المهدي مدينة ديندي، وحطي كمان ويمبلدون بدال بلودان، وبرادفورد بدال معربة، وحط يا ستي برمنغهام بدل النبك. شوف شوفي لسه، ومانشستر بدل الحسكة، ونيوكاسل بدل عفرين. لسه في عنا شيء كمان؟ لا حبيبي ما بظن، بس على كل حال أنا راح أعمل مراجعة سريعة للرواية. أوكي حبيبتي، وإذا مرق معك مثلا أسماء أكلات أو مشاريب لا تنسي تغيريها. شو بيعرفني شو بدي حط بدالهم هدول؟ يعني مثلا حطي بدال العرقسوس سوفت درينك، وبدال الفلافل هوت دوغ، وبدال الفطور يعني مكدوس وزعتر وشنجليش ومامونيه حطي انتر كونتيننتال بريكفاست. ماشي الحال، ولا يهمك، خلال ساعتين ثلاثة بتكون الترجمة جاهزة. بس وينك بها؟ على فكرة يعني لازم تحط اسمي على الرواية مو اسمك. اوف، وليش بها؟ لأنه عمليا أنا اللي ترجمت الرواية. صحيح، بس لا تنسي انه انا هنري سميث مو انت حبيبتي. مين هنري سميث؟ بحياتي ماني سمعان فيه. استاذ زاهر بسلامة عرفك، هذا كاتب انجليزي جديد وضارب سوقه كتير باوروبا، ورواياته عم تترجم لمعظم لغات العالم. وعلى فكرة هالكاتب هاد يعتبر حاليا من اهم كتاب الروايه البوليسيه بعد اغاثا كريستي. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك استاذ زاهر. طيب في حدا ترجم له شيء قبل هالمره؟ هو على حد علمي لحد هلا ما حدا ترجم له ولا روايه للغه العربيه، يعني نحن رح يكون لنا قصب السبق بترجمه هيك اعمال لهيك مؤلف. طيب ممكن تعطيني المخطوط كم يوم لحتى اقرا الروايه وادرسها منيح؟ على عيني وراسي استاذ، تفضل.
الرواية كلها موجودة بهذا الفلوبي. شو قلت لي اسم الرواية؟ جريمة في ليفربول. اسم مشوق كتير. بها ما قلت لي انت رح يرد لك خبر؟ قال بعد يومين. بقى شو رأيك نكسب الوقت ونترجم الروايات المتبقية عندي؟ لا حبيبي، ليش مستعجل كل الوقت؟ انا برأيي تستنى شوي لحتى يوافقوا لك على الرواية الاولانية. اطمن يا ستي رح يوافقوا. هنري سميث هاد رائد الرواية البوليسية بأوروبا، مو بهاء العجلاني. استاذ بهاء اسمح لي هنيك على اختيار هذه الرواية الرائعة. بالفعل هالكاتب عبقري. مين قصدك؟ هنري سميث؟ طبعا هنري سميث، مين لكان؟ بعدين يا اخي انت ترجمتك للرواية ممتازة جدا، يعني بالفعل حسيت وانا عم بقرا الرواية انه عم بقرا رواية بلغة الام مو مترجمة. اسلوب سلس وكأنك عم تاكل حلاوة طحينية. انت مترجم موهوب وانا كتير بيسعدني اتعامل معك. شكرا يا سيدي، هذا من لطفك. ايه استاذ، خلينا نحكي بالجد، قديش بدك اجر الترجمة؟ يا سيدي ما بنختلف، مو مشكلة. اكيد ما رح تختلف، ولو بس انا بحب اعرف قديش بدك. 100,000. 100,000؟ لا استاذ بزعل منك. 100,000 هذا رقم كبير كتير. صدقني مو كتير على كاتب مثل هنري سميث، يعني اسلوبه صعب و... ترجمة سواء كانت لهنري سميث او لغيره. انا رح ادفع لك 70,000، شو رأيك؟ لا هيك صار الفرق بيناتنا كبير كتير، خليهم 80,000. تكرم عينك ما رح سعلك، وهي شيك ب80,000. الله يسلمك يا سيدي، وان شاء الله بيكون هالعمل فاتحة خير للتعامل بيناتنا. ان شاء الله لنا جميعا. تفضل. شكرا. بس الله يخليك وقع لي التنازل عن المخطوط العقد. يا على عيني وراسي. واذا في عندك روايات تانية لنفس الكاتب ورجيني شطارتك لشوف، جيبها لانشر لك اياها. انا مستعد يا سيدي. يا ريت. يا شباب سهل. يا رب سهل. تفضل استاذ، هاي النسخة الأولى من رواية جريمة في ليفربول، وإن شاء الله ألف مبروك. الله يبارك فيك يا سيدي، شكرا جزيلا. شرف، هاي رواية الطريق إلى برادفورد صارت جاهزة. يسلم وهديات، شكرا حبيبتي. الطريق إلى برادفورد، يا سلام، عنوان مشوق كتير. فعلا، والرواية أكيد رح تعجبك، يعني ما رح تقل أبدا عن روايتنا الأولى جريمة في ليفربول. وبيني وبينك بتعرف هالكاتب اكتشاف مهم كتير ومكسب كبير للمكتبة العربية؟ معلوم مكسب كبير كتير. طيب وقع لي هالتنازل وأنا رح وقع لك الشيك. على عيني وراسي. أستاذ زاهر، بس الحقيقة أنا ترجمت روايتين جداد لهنري سميث، بس شو روايتين بيمزعوا العقل. أو ناوي تنشرهم أستاذ؟ طبعا ليش لا، مثل العادة. أنا برأيي نتريس شوي. وليش لحتى نتريس أستاذ؟ لأنه اسم هالكاتب بلش يحترق بالسوق. ليش لحتى يحترق؟ لأنه اكتشفت أنه مو بس نحن عم نترجم لهنري سميث. مو بس نحن؟ مين لك؟ قدريت انه في 4 مترجمين قرروا يترجموا اعماله الكاملة لهالكاتب، ورح يبدأوا بنشر اعماله اول الشهر. الاعمال الكاملة؟ ولهنري سميث؟ وليش مستغرب؟ هذا ادب عالمي، ما نحكر إلنا بس، هذا متاح للجميع. ادب عالمي ما اختلفنا، بس يعني من بين كل كتاب العالم ما دائت عينهم الا على هنري سميث؟ لك يخرب بيت هالكتاب شو عينهم ضيقة. قول
شغلكم انقطعوا مياتي ولا صار لازم دور على كاتب أجنبي تاني حتى ترجم له؟ صباح الخير أم هلا. صباح النور. شو أنت وصيتي على العصير؟ إيه أنا، لأني بعرفك بتحب العصير فريش. بس إن شاء الله تكوني توصيتي بالعسلات. صباح الخير. صباح الخيرات فريحة، شلونك اليوم؟ الحمد لله سيدي بخير. فريحة، حطي لنا شوية عسل يوناني مع العصير. حاضر. يسلموا هديات. شكرا. تأمروا بشي ثاني؟ لا يسلموا إيديكي، روحي على شغلك. طيبة، بس كأنها مقللة الكيوي شوي. لا والله ما قللت، بس هالكيوي اللي إجانا مبارح حلاوته قليلة. ممكن إذا بتحب بغير لك الكاسة. لا لا ولا يهمك، ماشي الحال. بس لا تنسي اليوم تبعتي حدا من الشباب يجيب كيوي ظريف، لأنه الكيوي بقلب الكوكتيل بيعطي طعم لذيذة. ايه على عيني. امتى نازل على المكتب؟ هلا على الفور. وشو مشاريعك بكره؟ والله يا سلوى لحد هلا ما بعرف. ليش؟ يعني عم اقول لحالي طالما بكره عطله فليش ما منفكر بشي مشروع؟ ليش نحن من امتى كنا نعطل؟ يعني اذا كل موظفين البلد عطلت نحن ما بنعطل. يعني ما بتقدر تفضي حالك هاليوم؟ بلا حبيبتي، مو مشكله تفضي حالي، واذا في مشروع بذهنك انا حاضر. هو ما في شيء محدد، بس فكري نعزم حدا من أصدقائنا ونعمل باربيكيو بهجنينة. كمان بصير، ليش لا؟ أصبح شو رأيك نعزم أبو رائد ومرته وأبو فادي ومرته؟ هدول قعدتهم ظريفة كتير وأنت بتنسجمي معهم. إيه والله معقولة كتير، خصوصي إنه أبو رائد ومرته إلهن علينا عزيمة، والجماعة قاموا بواجبنا وزيادة لما رحنا لعندهم على المزرعة المرة الماضية. بس شفتي على هالمزرعة اللي عاملة قديش حلوة؟ قول مكلفة، لا تقول حلوة. شلون يعني مكلفة ومو حلوة؟ يعني صحيح بازخة عليها كتير وصارف فوق 40 مليون ليرة، بس ما بعرف، بحس انه ما فيها ذوق ولا فيها لمسة جمالية بعكس مزرعة ابو فادي. يعني هديك يا دوب مكلفة 30 مليون، بس احلى بكتير من مزرعة ابو رائد، ما في مجال للمقارنة. ستي ما علينا، مين مزرعته احلى، مين ذوقه ارقى، مين صارف اكتر، مو كتير بهمنا، الله يهني العالم. ايه ستي، اتفقنا مشان بكرة؟ ايه اتفقنا. لكن أنا قايم هلأ أروح على المكتب، بدك شي؟ سلامتك، بس لا تنسى تتصل بالجماعة. لا ما رح أنسى، هلأ من وصلتي بتصل فيهم. يلا باي. باي. الو الو، مرحبا ابو رائد. لك اهلا اهلا ابو هلا، اهلا اهلا لك، فعلا انك ابن حلال من ظهر ابن حلال. لك شيل هالجريده من قدامي ولا العمى بقلبك العمى؟ لك مو الك، مو الك، لا الطبل اللي قدامي. ايه حبيبي، شو يلي ذكرك فينا يا با؟ ولو انت دائما بالبال يا ابو رائد. اطلع من هالبواب اطلع، ولك هالحركات انا حافظها بصم. ليش نحن منسترجي نقول غير هيك؟ اللي هلا ابو رائد، شلونك؟ شو اخبارك؟ شلون صحتك؟ ماشي الحال، عايشين. بس والله يا ابو هلا علي ضغط شغل كتير. ليش انت من امتى ما كان عليك ضغط شغل؟ يا من تراك مشغول. ولك يا اخي الوضع الاقتصادي بالبلد حيرنا، إيه ما عم يزبط معنا بنوب. ايه سيدي، معه بيزبط، طالما انتو وراء اكيد بده يزبط. شو قصدك يا ابو هلا؟ ولا شي، عم بمزح معك. المهم
نحن هلا بدنا نعمل جمعه انا وياك وابو فادي، بقى شو رايك؟ اي ما بدي واقف بنوب لك يا ابو هلا، قط ما بيهرب من عرس، بس امتى وين؟ بكره على الغدا عندي بالفيلا. بس بكره عندي اجتماع مهم من شان الوضع الاقتصادي. ليش مو معطل بكره انت؟ لك ليش من امتى كنا نعطل يا ابو هلا؟ يا سيدي مرق لك هاليوم، ما رح يتكركب اقتصاد البلد اذا ما حضرت هالاجتماع، حاول تعتذر هالمره. امرك ابو هلا، منعتذر اخي، بس خبرت ابو فادي؟ لا والله لسه، هلا رح اتصل معه. وعلى فكره ابو رائد، جيب معك المدام ها، لانه القعده عائليه. لا هيك نزعتها يا ابو هلا، لا تخليني ازعل منها. اخي شو بدنا نعمل؟ من غير شي نسواننا ما عم يشوفونا الا بالمناسبات، بقى ما بيطلع لهم قعده معنا كل حين ومين؟ اوكي عزيزي، اوكي وهو كذلك. الله معك، مع السلامه. الو، اهلا وسهلا ابو هلا. يا هلا، لا والله عم جايز حالي بدي اسافر على حلب. ايه عندي لقاء سياسي مع جمعية المنظمات. شو بدنا نساوي؟ بدنا ننفذ اوامر القيادة. شلون؟ بكرة؟ والله ما بعرف، يمكن صعب علي شوي لانه مو عامل حسابي. كيف؟ ابو رائد جاي؟ ايه خلص بحاول فضي حالي. اوكي عزيزي، بكرة بكون عندك على الغداء. مع السلامة يا ابو هلا. الله معك، مع السلامة. ما قلتوا لي يا جماعة، عجبكم الغداء؟ حاكم من كم يوم مغيرين الطباخ وجايبين طباخ لبناني. طباخ لبناني؟ قول هيك من اول. فعلا منتصح فيه يا ابو هلا، انا الي اكثر من شهرين ما اكلت مثل اليوم. ايه بس هيك ضربت له برنامج الرجيم لجوزي. انا بالنسبة لي محافظ على الرجيم، يعني ما اكلت غير نص كيلو لحمة وشوية مقبلات. ايه بحطك بزمتي اذا ما لحالك طلعت بكيلو لحمة. على كل يا جماعة، الاكل على قد المحبة. بقى شفت قديش نحنا بنحبك. يا سيدي صحة وهنا على قلبكم. شو رايكم يا جماعة نترك النسوان لحالهم ياخذوا راحتهم ونحن نفرد لحالنا؟ والله على ما يبدو انتوا اللي بدكم تاخذوا راحتكم مو نحنا. يعني بشو بدهم يحكوا؟ اكيد بالسياسة. ايه لا، اذا حديث له علاقة بالسياسة ما لنا مصلحة، نحن عنا احاديث اهم. ايه اكيد احاديثكم اهم. ايه سيدي شرفوا. نفس أركيلة بعد هالأكلة. برافو عليك يا أبو هلا، خلينا نهضر من هالأكل الفظيع. تفضلوا. يا أهلا وسهلا ومرحبا. تفضل. والله ميت هلا يا أبو هلا. الله يسلمك ويخليك يا سيدي. يا كريم. الله يهنيك على هالقعدة يا أبو هلا، حلوة تمام. إيه بس هالفيلا ما بتطلع شيء قدام أسرك العامر. لك يا سيدي المكان بسكانه. هذا الحكي المزبوط. إيه أبو هلا؟ مرني. خبرني، شو أخبارها؟ وشو أخبار الشباب؟ يا سيدي على سيرة الشباب، صارت لك معي من كم يوم نهفة غير شكل. هات لنشوف، حكينا. إجتني من فترة دعوة على افتتاح معمل ألبسة جاهزة. بس شو معمل؟ يمكن بالشرق الأوسط ما في أخو. شو هالحكي؟ بس من امتى انت كنت تروح وتفتتح هيك شغلات؟ مثل ما عم تقول، انا بالعاده ما بروح هيك روحات، وكنت ناوي اعتذر، بس ما بعرف ليش ابني شادي ألح علي واقنعني بالروحه. بيجوز المعمل لحدا من رفقاته. وانا هيك فكرت بالاول. المهم رحت. اي نعم يا سيدي رحت، قلت لحالي يا ولد روح لا تكسر بخاطر ابنك. برافو عليك يا ابو هلا، لانه المسايره تلتين المعيشه. صحيح، بس المفاجاه اللي صارت معي إيه لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. شو هالمفاجأة؟ يا سيدي بعد ما قصيت لشريط الحرير.
شو بابا؟ إن شاء الله عجبك المعمل؟ إيه والله يا ابني عجبني تماماً. بالفعل هالمعمل صرح إنتاجي ضخم كتير، وصدقني قلبي من جوا بيرقص وبيفرفح لما بشوف هالبلد عم تتطور بهالشكل وعم يصير فيها منشآت بهالضخامة هاي. بابا أنت عرفت لمين هالمعمل؟ لا والله يا ابني ما عرفت، وبصراحة صار عندي فضول لأعرف لمين. هذا المعمل إلي. إلك؟ إيه إلي. ليش مستغرب كتير يعني؟ الحقيقة مو بس مستغرب، متفاجئ، منصعق. لك ليش ما قلت لي قبل هلأ؟ بصراحة بابا أنا حبيت أعمل لك إياها مفاجأة. أنا اليوم مبسوط منك كتير، يعني اليوم بالذات حسيت إني عرفت ربي، واليوم برهنت لي إنك صرت رجل، رجل بمعنى الكلمة. من هلأ ورايح صرت أقدر أرفع راسي فيك. أنا فخور فيك كتير يا شادي. تسلم لي يا بابا، تسلم لي يا حبيبي. بقى شايفين هالطرسان شو عمل؟ طلع عنده معمل طويل عريض وأنا آخر من يعلم. بس برافو عليه يا أبو هلا. أنا بيعجبني الشاب يلي بيكون قد حاله ويلي بيندعك على بكير، وأكيد شادي من هالنوع، مو مثل هالشباب الطايشة تبع هالأيام. إيه أكيد، واحد صار عنده مصنع بهالحجم هاد ولسه ما طبق 23 سنة، شو بدل؟ بدل على أنه الشاب ديناميك وبيحب وطنه كتير. لا ويا ريت وقفت الشغلة على المعمل. ليش في شي غير المعمل؟ طبعا طلع عنده هالمنظوم وكالة ساعات سويسرية وشريك مطعم فايف ستارز وإله 50% من أسهم شركة ما وراء الجبال للتعهدات. إيه ما شاء الله حوله وحواليه، اللهم صلي على النبي. شو هالبطل هاد؟ الله يحفظ لك يا ويخليه لشبابه. تسلم يا أبو رائد، تسلم يا حبيبي. فعلا يا أبو هلا نعمة التربية. تعرفوا يا جماعة ذكرتوني بقصة صارت معي مثل هالقصة تمام. هات لشوف، سمعنا. هذا يا سيدي كنت مرة قاعد بالبيت عم بتفرج على مسلسل محلي. أنا كان كل شي بدي إياه دقيقتين بس. ظريف المسلسل بالفعل، حبكته حلوة. بس يا ترى جابر بتثبت براءته ولا بيحكموه إعدام؟ يا ستي حسب منطوق القصة وسياق الأحداث بيطلع بريء. لا مستحيل، شو عم تحكي انت؟ شلون بدها تثبت براءته والشاهد الوحيد مات بحادث السيارة؟ الا ما يدبر المخرج. يعني خايفة على المخرج ما يلاقي له تخريجة؟ ليش اسمه مخرج لك يا سيدي؟ اذا بيطلع جابر بريء هذا المسلسل بيكون تافه جدا وبده كب زبالة. طيب ليش نحن قاعدين عم نتحذر؟ ليش ما منقطع الشك باليقين؟ وينك بابا رائد؟ نعم بابا. روح اتصل مع المخرج مأمون البني، بتلاقي رقمه عندي بالمفكرة، قل له بيسلم عليك بابا وبيقول لك شو نهاية المسلسل. ما في داعي نسأل حدا بابا، الخبر اليقين عندي. جابر بينحكم إعدام بآخر حلقة، بس بينقطع فيه حبل النشنقة أثناء تنفيذ الحكم وبينفض بريشه. معقول الحكي؟ مثل ما عملكم. طيب شو عرفك أنت؟ بابا هذا المسلسل من إنتاج شركتنا. نعم؟ شركة القمة اللي أنتجت هذا المسلسل هي شركتنا، يعني هذا المسلسل لقلنا. مين أنتو يعني؟ أنا وشريكين تقال من الدول العربية. مين هدول يا أبني؟ أولاد مسؤولين، الأخضر من المغرب وبسيوني من مصر. بس شو يا بابا، جماعة على كيف كيفك، وأنا على فكرة إلي 50% من الشركة، وهلأ عم نحضر لننتج 4 مسلسلات فانتازيا دفعة واحدة. يتقبر قلبي شوف الهوي، إلهي علي مراتبك وتبقى هالشركة إلك لوحدك. قولي إن شاء الله ماما، قولي إن شاء الله. بس بابا أنت ما جبت لي هيك سيري أبداً. بصراحة بابا أنا كنت خايف إلك إنه بدي أشتغل بالإنتاج الفني تقوم ما توافق. ليش يا أبني؟ بالعكس أنا بشجعك على أي مشروع ناجح وذكي. عن جد بابا؟ إيه طبعاً. ليش قليلة يا بابا شغلة الإنتاج الفني؟ انت هيك عم تخليني ارفع راسي بالمجتمع وافتخر فيك قدام رفقاتي. والله يا بابا حاسس حالي اني عم بحلم. الله يرضى عليك يا ابني. انت احلى ابي هالدنيا. وانت كمان يا ابني. انا فخور فيك وما مصدق عيوني. ليكو سهيان ليكو، عم ينتج مسلسلات وما حدا دريان فيه؟ لا ويا ريت الشغله وقفت عند المسلسلات. ليش في شي تاني كمان؟ طلع السلال عنده أكبر شركة نقل بالبلد مسميها رائد تورز، وأنا لا عندي علم ولا خبر، وعنده شركة سياحية على مستوى عالي ومشارك شيوخ خليجيين على قناة فضائية.
ما شاء الله كان، العين تحرسه إلهي، يربى بدلالك إن شاء الله ويخلي لك إياه يا رب. صار لازم ادعي على الخشب. وين الخشب؟ وين الخشب؟ أمرك سيدي. لوح بلاكيحة ننقر عليه. أمرك سيدي. لك تعال هون عم يمزح معك، لا تجيب شيء. بحياة أبوك لا تعصب. يا سيدي فعلا شيء بيرفع الرأس، بس هذا كله بيعود للتربية. لو ما أنت مربي ابنك تربية صالحة ما طلع منه كل هالشيء. أي والله. برافو عليك. نحن عملنا يلي الله قدرنا عليه. صحيح. أيوة والله. صحيح. صحيح. نحن شو بيهمنا بهالحياة إلا أولادنا ينجحوا بحياتهم ويشقوا طريقهم ويكافحوا لحالهم. كلام سليم. أصلاً أولادنا هن الرسمال الوحيد بهالدنيا يا أخي، ونحن غير الرسمال ما عنا. يا جماعة أنا التاني ذكرتوني بقصة صارت معي ظريفة كتير. هات لنشوف. سمعنا. هذا مرة من المرات رحت لأشتري كمبيوتر لبنتي الصغيرة. صار بالسيارة استاذ. يسلم ايديكي، قديش بتريدي؟ ولو استاذ ما بدنا الا سلامتك. الله يسلمك، بس ما بصير لازم ادفع. مستحيل يا استاذ ناخذ منك شيء. لا حول ولا قوة الا بالله، ما بصير لك بنتي، القصة ما بدها عنان. قولي لي قديش بدك، خليني ادفع وكسر. والله والله يا استاذ ما بمنك شيء. ولك يا بنتي ذبحتيني بلطفك، قولي لي قديش بدك. عفوا استاذ، بس انا ما بقدر اخذ حق الجهاز منكم. ليش بقى؟ يعني شلون بدي اخذ حق الجهاز منكم وحضرتكم اصحاب المحل؟ أصحاب المحل؟ إيه بس أنا ما بتذكر إنه عندي محل هيك. ولو أستاذ، هذا المحل لأبنكم أستاذ فادي. لأبني فادي؟ نعم أستاذ، وهو الوكيل الحصري لأجهزة الكمبيوتر بالشرق الأوسط، وعنده 4 صالات عرض غير هاي. 4 صالات عرض؟ ألف الشكر والحمد لك يا رب، يلي خليتني أعيش لهاليوم لحتى أشوف ابني الوكيل الحصري بالشرق الأوسط. ألف الحمد والشكر لك يا رب. صدقوني يا جماعة إني بكيت وهرت دمعتي لما سمعت الخبر. معك حق، الواحد إلا ما يتأثر شو الحكي. بس فعلا طلع ابنك ولد مخبى بتيابه، لكن عامل لي وكيل حصري للشرق الأوسط وما حدا دريان فيه. فعلا إنه ابنك داهية. لا ويا ريت الشغلة وقفت على القصة. ليش في شي تاني كمان؟ طبعا طلع عند فادي معمل حشي الزيتون بالفليفلة الحمراء، وكل إنتاجه بيصدره لأوروبا، والملعون نازل الشيك ب50% بوكالة موبايلات عالمية. ومين شركائه التانيين؟ هنن 3، واحد ابن مسؤول من الأردن، والتاني ابن مسؤول مهم بتونس، والتالت ابن مسؤول مصري. والملاعين عاملين شركة تعهدات على مستوى عالي، وهلأ عم بينفذوا نفق للسيارات بنابولي بطول 5 كيلومتر، مع 6 جسور طولانية و9 جسور عرضانية للمشاة وجسر لسكة القطار. ما شاء الله كان عليه، الله يخلي لك هالصبي ولا يحرمك منه. بالفعل فلتة. وين الخشب؟ الخشب وينه؟ حاضر سيدي. على ايش بدنا ندق؟ تعال هون، عم يمزح معك، روح. بحياة ابوك لا عاد تعصب، رغم انه فعلا لازم ندق على الخشب، لانه اولادنا كلهم فلتان. مو هيك؟ ايه طبعا. يا اخي هي اكبر نعمة الله سبحانه وتعالى انعمها علينا، وربي بعدي اسمه اكرمنا باولادنا. أصلاً نحن شو بدنا من الدنيا غير هيك؟ والله الزهد بالدنيا حلو والله. ام رائد، ما قلتي لي شو أخبارك؟ لساتك فاتحة معرض الأزياء النسائية؟ ايه طبعاً، وهلأ عملت فرع تاني بشتورة وعم فكر افتح فرع ببيروت. حلو كتير، معناها أمورك ماشية على التمام. يعني الحمد لله، عم نطقطق طقطة. وانتي شو عم تعملي بهالأيام؟ يا ستي أنا قصتي قصة، لأنه رئاسة رابطة جمعية المرأة اللي مسلميني إياها ما عم تترك لي وقت للبزنس. قسماً بالله هالجمعية عم تاخد أغلب وقتي. إيه بس لازم تتركي وقت للبزنس، مو بصير هيك. وأنا هيك عم فكر يا ستي، ناوية افتح نادي رياضي على مستوى عالي. لقيت المكان، وهلأ عم راسل شركة ألمانية مشان استورد معدات وأدوات للساونا والآيروبيك وما أدراكي. عظيم كتير، بالتوفيق إن شاء الله. فعلاً بلدنا بحاجة للأجسام بالسمباتيك، حاجتنا بأدب دبا وسمن. وإنتي إنفادي شو عم تعملي بهالأيام؟ والله أنا مثل ما بتعرفوا كنت مؤسسة مطبعة، بس هلأ عم فكر طور شغلي شوي. بس مشروع المطبعة اللي عملتيه مشروع حضاري فعلاً، خيلة. ما عم قلك لا، بس يعني ناوي أطوره. يعني كيف بدك تطوريه؟ عملت ترخيص لإصدار مجلة نسائية، وهلأ عم بشتغل بالعدد 0. يا عيني عليك يا إنفادي، فعلاً هي أحلى شغلة بتعمليها. لا ومو بس هيك، عم فكر كمان أعمل ملحق رياضي، لأنه مثل ما بتعرفوا الجرايد الرياضية إلى قراءة كمان.
يا سلام عليكي، وينك؟ إذا بدك شريكة أنا مستعدة شاركك فورا. وأنا كمان بشارك. إذا مستعدين شاركوني فعلا، منوسع المشروع ومنعمل مجلة سياسية فرد مرة، شو رأيكم؟ ليش لا؟ والله المجلة السياسية أحسن شيء، على القليل بنسبة لجوازنا إنه منقدر نشتغل بالسياسة مثلنا مثلهم وهن مو أحسن منا بشي. قولتك، حاجة لسه شايفين حالهم علينا بهالمناصب المستلمينة. لا ومو بس هيك، أنا ابني الوسطاني هاني ما غيره اللي عمره 13 سنة، عنده هلأ أكبر معمل بوزة وكياس بطاطا ومعكرونة بالبلد. ما شاء الله حوله. وأنا ابني أمجد يا دوب عمره 14 سنة، عنده 5 صالات ألعاب كمبيوتر وفيشة وبلياردو. يا جماعة، أنا ابني تميم اللي عمره 12 سنة مشارك ابن مسؤول زميلنا أبو متعب، تعرفوه، شارين 12 بولمان وعم بيشغلوهم بنقل الجروبات السياحية اللي بتجي لعنا. ما شاء الله، هو كان عليه. تخيلوا أنه أنا ابني الصغير كرم آخر العنقود الشاش لبطون يعني، ويلي عمره يا دوب 8 سنين وشهرين، احزروا هالدرسان شو عامل. شو عامل؟ قال شو اشترى معمل لألعاب الأطفال، ولو تشوفوا منظره قديش بيضحك وهو فايت على المعمل عم يأمر وينهي وهو. الله يسلم لك يا لمين بده يطلع يعني؟ معقولة؟ اللهم صلي على النبي، ولد عمره 7 سنين وقدران يدبر حاله. بس يا جماعة، في سؤال محيرني تماما وما عم لاقي له جواب. وشو هو السؤال؟ يعني نحن الثلاثة مسؤولين شرفاء ومالنا لغوصات هيك وهيك، وبعمرنا ما فكرنا أو ممكن نفكر إنه نستغل هالمناصب اللي شاغلينا. طبعا طبعا يا أبو هلا، واعتماد الأساسي على هالمعاش اللي عم ناخده مع شوية هالتعويضات. طيب أولادنا منين جابوا مصاري وصاروا تجار كبار؟ منين؟ فعلا منين؟ لا شك هذا من فضل ربي. شو شايفتك فرحان كتير بهالوظيفة الجديدة، عاجبتك ما هيك؟ موسط عاجبني ما عاجبني لك أمي، بس شو بدي أعمل؟ هذا اللي صحح لي، مثل ما بتعرفي 3 سنين وأنا عم دور على شغل، هذا اللي صحنا الحمد لله رب العالمين. هو لو كنت مكمل جامعة كان صح لك وظيفة أحسن، ولا أنت شو رأيك؟ يا أمي يلي مضى مضى، بعدين شو بالشغل بالسكك الحديدية؟ وشو رح يسلموك؟ والله ما بعرف، بس إذا جيت لرغبتي بتمنى أكون شوفير قطار وكون كل يوم ببلد، شغلة حلوة. الله يوفقك يا ابني وينولك اللي ببالك يا رب. على هو مركاتب الاستماره، رغبتك الاولى هي سائق قطار. مزبوط، سائق قطار. اسفين ما مشي الحال، لانه التقرير الطبي بيقول مع ضعف بالنظر، وانت مثل ما بتعرف السائق بده يكون نظره سليم 100%. مزبوط. طيب لكن وين عينتوني؟ قاطع تذاكر بالمحطه الشماليه. لك شبكون يا شباب، خليكم بالدور. كفينا حلب زبدي. على حلب؟ ايه كم عينا. يا بتلعبوا كيف تذاكر على ما قلت لي امي عبد ان شاء الله مرتاح بهالوظيفة. ماشي الحال، نعمل كريم. بتعرف شو عم فكر لك امي؟ لا والله، بشو عم فكر لك امي؟ عم فكر طالما انك استلمت وظيفة وصار عندك ايراد، ليش هلأ ما اخطب لك؟ تخطبي لي؟ ليش لا؟ هي عنا بيت والحمد لله. لا امي، شو هالحكي هذا؟ ما صار لي 5 شهور عم بشتغل، شلون بدك تخطبي لي؟ ما صدقت، انت وفيت اللي علي، شو هالحكي؟
ما رح يهدى لي بال ولا اتهنى بعمري حتى جوزك وشوف ولادك قدامي. تذكر على حلب زبتري. تذكرة على اسطنبول مع منامي لو سمحت. مين حسان؟ عبد الحليم؟ لك معقول؟ ليه بتسد حسان؟ شلونك؟ الحمد لله الحمد لله. شو عم تعمل هون؟ شوفت عينك موظف. هو قديش صار لك عايش بهالقفص؟ يعني شغله سنتين زمان. مشي ناس تريد يا اخي. طول بالك. قطار. طول بالك. يلا دقيقة. ليك. هي كرتي، هي رقم تليفوني. اتصل فيني، لا تأخر علي، عم بستناك ها؟ ايه خلص ولا يهمك. ماشي. أهلين بسن حسان. السلامة. تذكرة على حمص. واقف عشان بعد ما خلصت تجارة واقتصاد عملت اختصاص تسويق وإدارة أعمال. يعني أنا بسوق منتجات لشركات عالمية وبيطلع لي نسبة على البيع. أيوة معناتها بتسافر كتير. كل شهر شهرين بسافر لي سفرة. أنا شايف أوروبا كليات، جنوب شرق آسيا، ماليزيا، الفلبين، كوريا، كلياتهم هدول شايفهم. شغلي هيك بيتطلب. حلو السفر معي. حلو. ايه والله يا عبد الحليم، ما في احلى من السفر. يعني شو بدي احكي لك؟ لا احكي لك، بتشوف بلاد اشكال الوان، بتشوف بشر، عالم، جبال، وديان، غابات، جزر، شطان بتاخد العقل. يعني بالنهاية السفر متعة كبيرة. صحيح انت ليه ما بتسافر معي؟ انا؟ ايه انت. لو ما بدي سافر معك. انت لوين بتحب تسافر؟ ما بعرف يلا. بالنسبة لي يعني بحب سافر على بلدان كتير. هاي دول اللي قلت عنها هدول. بس أنا بحب أروح على أسبانيا، بيقولوا حلوة كتير، هيك قالوا لي. ما بعرف. إيه والله يا عبد الحليم حلوة كتير كتير. أنا زرتها مرتين وكل مرة بشوف أحلى من التاني. إيه ودخلك أنتش متكلف السفرة؟ أنت اعتمد ولا يهمك، هالمرة خليها على حسابي. لا شو شو خليها على حسابك؟ لا بالله أنتش متكلف السفرة. يعني إذا بدك تروح بالقطار شغلة 10,000 ورقة مو أكتر. حلو حلو كتير. خلص بس دبر المصاري بحاكيك بالله. لعيونك عبد، أنا جاهز بأي وقت. يعطيك العافية أمي. أهلين ماما، الله يعطيك العافية. تفضلي امي، هاي المعاش. الله وكيلك ما اخذت منه غير 500 ورقه. انه بدي اعرف يا امي ليش عم تصمد كل هالمصاري. وشو عرفك اني عم صمم؟ لقيت على رف خزانتك مصاري وانا عم مسح غبرتها. ايه مزبوط. خلص بعدين بقولك امي بعدين. شو عم تخبي على امك يا درسان؟ لك مو تخباي ما تخباي امي. بتعرفيني لما اكون هيك تعبان وماني اكل ما عاد اعرف افكر ولا عاد اعرف احكي. خلص بس اكل بحكي لك. على عيني ما عاش الجوع. الهي يا عبد الحليم يبعت لك وحده تسعدك وتريحني. خلصنا معلم. يلا دقيقه بس دقيقه. السلام عليكم. اهلين ابو عمر. شو القصه ابو عبيد؟ مو جاي على بالك تقبض اليوم؟ ليش اجى المحاسب من البنا؟ اي نعم اجى. وبحب بشرك انه طلع لكل واحد منا 2500 ليرة عمل اضافي. شو هالحكي؟ ايه بتما عمل لها هلا انا ابطى. طيب ابو عمر اذا كانت عيونك في مجال تقعد محلي شي 10 دقائق بس لبين ما اروح اقبض واجي اذا ما فيها سألي. ها ايه تكرم عينك. لك على عيني وراسي.
الو الو مرحبا، دخيل عينك، ممكن احكي مع الاستاذ حسان؟ ايه. الو الو مرحبا حسان، كيفك؟ عبد الحليم اهلين فيك. ايه سيدي، المبلغ صار جاهز وانا جاهز للسفر. ايه لا كله تمام ماشي، امتى بدك نتواعد؟ انا جاهز. ايه ايه ايه، مع السلامة مع السلامة. كله بيصير مو مشكلة، انت معك جواز سفر؟ لا ما معي، بس من بكرة بسافر. بدي اقول لك شو مشان الفيزا؟ ما عليك الفيزا انا بدبرها، بعرف ناس كثير بالسفارات. طيب قديش تتوقع تكون مدة السفر حتى اسحب اجازة مشان اعرف يعني شغلة 20 يوم، اول شيء عندي 5 ايام شغل بايطاليا، بعدين بنكمل انا وياك على اسبانيا. ايه بالمناسبة هي اسبانيا، تفرج منيح وشوف وين حابب تروح مشان ننظم برنامج السفر انا وياك من هلا. ايه مزبوط هذا هو الحرب، وهذا جامع قرطبة. ايوه مزبوط عمل يا قلاده. هاي انهار وجبال. مساء الخير عبد. اهلين امي. اهلين، تاخرتي. ايه والله تاخرتي شوي لاني رحت لبيت خالك. وشلونهم خالي ومرت خالي؟ بيسلموا عليك. الله يسلم عمرهم يا رب. طب وغيدا؟ غيداء رح تطير من ايدك يا افندي وانت قاعد ولا على بالك. شلون يعني؟ من 3 ايام اجاها عريس زنجيل وغني ومرت خالك موافقه. وغيداء لسه بيقول لي غيداء شو بدك البنت تجي تترجاك حتى تخطبها؟ لا بس انا يعني بلا بس بلا مس، انت بتحبها لهالبنت ولا لا؟ بحبها امي بحبها، لكان شلون لك ما بحبها؟ لكان من بكره منروح منطلبها انا وياك من خالك رسمي مشان ما تطير البنت من ايدنا ونندم انه ضيعنا وقت. وانت مثل ما بتعرف البنت حلوه وادميه وانا بحبها من جوات قلبي وما عندي عليها اعتراض ابدا. امي بس المشكله انا ما معي مصاري هلا. ما معي. ما معك مصاري؟ لكن هدول المصاري اللي عم تصمدهم مشان شو؟ اهلين وسهلين بس حسان، الحمد لله على السلامة. على انو سفرة منو؟ ليش كم سفرة سافرت بهالكم شهر؟ بالفترة الأخيرة سافرت كذا سفرة، على إيطاليا ورومانيا وآخر شيء على قبرص، وهي السفينة الحلوة جبت لك إياها من هنيك، عجبتها؟ حلوة كتير، كل ما شفتها رح أتذكرها. لك أنا بس بدي أفهم شلون قدران تصبر على هالقعدة بهالإن؟ شو بدي ساوي؟ شغلي غير. شو بدي قلك؟ ضيعت بكلام. رحت على اسبانيا شي؟ ييي اسبانيا رايح لها كذا مرة، اسبانيا بلد بياخذ العقل. بس بصراحة أنا كان بدي رحلة مشانك. هلا أنت مو ناوي تعمل لك شي سفرة بهاليومين؟ ناوي، بس عم بستنى لحتى أستعد الفرصة. إيه فهمت علي. طيب والمصاري؟ مو مشكلة. بيني وبينك زملائي هون بالشغل عاملين جمعية بشغلة 12,000 ورقة. إيه؟ بس مو هلا راح أقبضها، بعد 5 أشهر. طيب. بس يصيروا المصاري جاهزين خبرني وانا بدبر لك سفرتك. بس بدك تستعجل، ها بدك تستعجل، الاسعار كل ما عم ترتفع. ولا يهمك انا مصمم باذن الله. طيب ماشي، هلا اعطيني بطاقه منامي على صوفيا. سفر ومنامي تكرم معنا، حلوه كتير. اسلموا ايدي ليه بس يا حسام. الله معك.
عايدة؟ سافرتي شي مرة؟ طبعا سافرت. لوين سافرتي؟ سافرت مرة مع المدرسة على الساحل، ومرة يا سيدي طلعنا على حلب، ومرة على سد الفرات، ومرة على تدمو. لك مو هيك قصدي، قصدي يعني سافرتي شي مرة هيك برات البلد؟ سافرت مع أبي على مصايف لبنان. تعرفي لغايدة؟ في إلي رفيق اسمه حسان، إذا مو داير داير صار داير له شي نص العالم. إيه سيدي تهنى، بتعرف؟ بعد أسبوع مراجعة الطبيب، بتروح معي ولا باخد عمتي؟ لا، خدي عمتك، خدي عمتك حبيبتي. أهلا يا أبو عمار. انبسط يا عم، جتك مصاري الجمعية عدا ونقدا. يسلموا ايديك، الكل دفعوا؟ يا سيدي الكل دفعوا ما عدا كامل لأنه أخذ إجازة. إيه مو مشكلة مو مشكلة، بس يرجع أنا باخذ منه. هات الله أصبح أمسك، هي 10,000 ليرة عدن أخي. يسلموا ايديك يا أبو عمار، يسلموا ايديك. الله يسلمك. شو رح تساوي بالمصاري؟ في براسي موال بدي غني. إيه مثل ما بدك. السلام عليكم. يا أمي غيداء، أمي يا غيداء، أمي يا أمي. ولي يسلم ايديك. هو ايديك خير. امي شلونك غيداء؟ مبروك يا امي، اجاك مهنا. الله يبارك بعمرك يا امي. شو وينه؟ حطيناه بالحاضنه لانه مسبق شهر ونص. باينته مستعجل كثير على الجاي على الدنيا. مبروك غيداء، مبروك. الله يبارك فيك حبيبي. وليش ما خبرتوني؟ حاولنا كتير نتصل فيك بس الخط عندك كان مشغول. وما رديت الدكتورة إلا بعملية قيصرية. ايه طبعا، لأنه كانت عم تنزف كتير وكان في خطر عليك وعلى الجنين. ما هو مشكلة حبيبتي، ما هو مشكلة، المهم تقومي بالسلامة أنت ولا صغير. ادخل. أستاذ تفضل معي المحاسبة مشان تحدث على الحساب. تكرم عيونا. أمي معك مصاري؟ معي. ايه سيدي قديش بدك تعطيني دفع هلا؟ والله ما بعرف قديش بتاخذوا انتم بالعاده يعني. قد ايه؟ هات شي 10,000 هلا. ماشي تكرم عينا. شرف. هاي رح اعمل لك وصل بالمبلغ. بالدور يا سيد بالدور. يعني وإذا ما وقفت بالدور شو بدك تعمل؟ سي حسان مو معقول لك. لك أهلين بسين حسان، شو لساتك عايش؟ أنا اللي لساتني عايش. تفضل جبت لك هي معي مشان تعرف إنه أنا دائما بفكر فيك. شو ها؟ هي حرير طبيعي جبت لك إياها معي من الصين. ليش كنت بالصين؟ وقبلها كنت بماليزيا وباليابان وبكوريا، بس أنا بدي أفهم شغلة واحدة، ما مليت من القعدة بهالقبر؟ مليت والله يا سيد حسان، بس شو بدنا نعمل؟ يلا كله كم شهر وبطلع تقاعد، وبعدين إذا الله أعطانا عمر ويسرنا أمورنا بسافر معك على إسبانيا.
يا سيدي ميت أهلا وسهلا ونعم الشريك والله، بس حط بمعلومة السفرة صارت تكلف كثير. ها ولا يهمها، رح أقبض من النقابة وغيرها تعويضات نهاية الخدمة، بيطلعوا لهم شغلة 200 ألف ورقة بكفوا؟ شلون ما بكفوا؟ بكفوا وبيزيد منهم كثير. خلص معناتها أصبح اعتبرني خلص سافرت معكم مشي الحال. عظيم، بس فهمني إمتى تماما رح تطلع تقاعد؟ بواحد خمسة. حلو كثير، معناتها سفرتنا رح تحكم بعز الصيف. والصيف كيف يا عمي؟ ولا شو؟ طلعت جواز سفر؟ ايه معلوم. تفضل. يا عيني عليك. تمام تمام. معناتها انا رح ابلش اسحب البياس، هلا انت مو باقيان علي غير تأملي شوية تعملي صعبة. ولا يهمك كلياتهم أمان. ايه مين. اوه تمام. عبد شو رأيك نسافر بالطيارة؟ لا 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 لا، شو هالحكي؟ طول عمري عم بحلم سافر بالقطار. سفرت أنا بخير الله، ما بيطلع لي سافر مرة أنا؟ ولو؟ أنت اللي بيطلع لك. خلص راح نسافر أنا وياك بالقطار. إمتى؟ الأسبوع الجاي مثل اليوم بلاقيك بالمحطة. وأخيرا أخيرا رح أقطع أنا هالمرة. يا سيدي مثل ما بدك، طاع أنت. الرجال من السادة المسافرين على مدينة الأربعين والمتجه إلى حلب عن طريق 5 وحلب التوجه إلى رصيف 16. الرجال من السادة المسافرين على مدينة القطار 53 والمتجه إلى اللاذقية عن طريق 5 التوجه إلى رصيف 16. أهلين عم حضرتك الأستاذ حسان؟ إيه نعم. أنا مهند ابنه لعبد الحليم. لو سهلا يعني. ما شاء الله شو صاير شاب. الله يخلينا يا جماعه. شو وينه البابا؟ والله بابا مريض شوي ما راح يقدر. خير ان شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. عمو بيقول لك البابا بقدر انا اروح على اسبانيا محله؟ انت؟ ايه انا. معك جواز سفر؟ ايه معي، بابا طالع لي اياه مع جوازه، قال الا ما يلزم شي نهار. هاتوا لقلك الأسبوع الجاي مثل هذا اليوم بتجهز حالك حتى تسافر معي على أسبوع. امشي لوصلك. لا ولا يهمك. اوكي يلا باي باي. رولانا نعم مدام. شو وين كنتي غطا؟ بالمطبخ مدام. شو صار بالغدا؟ جاهز مدام. طيب روحي اعملي لي فنجان قهوة. حاضر مدام. يا موفق. امر مدام. بعتت حدا يجيب القواعد من عند الكوا؟ ما قلتي لي مدام. أما هي سمع، معقول أنت؟ يعني حتى لو أنا ما قلت لك لحالك لازم تعرف. أمرك مدام، خلاص هلا بنبعت مين يجيبون. طب يلا بسرعة. مشي مدام، في شي تاني غيره؟ لا بس بدي شي ببعت لك. حاضر. مشغول مثل عادته. لا لا ما في شي من هالكلام بنوب. صدقني الكلام اللي سمعته كله فقاقيع بالهواء. لك ايه صحيح
بس كله اشاعات وحكي عدوين. لا بس انا قلتكو يعني بالعربي الفصيح ملزق بالكرسي، مو شر احسانكم من نفخه هوا بطير. طبعا جتني تطمينات من فوق اني بقيان، والله ما بعرف، صدقني ما عرفت اي تفصيلات تانية. طيب اوكي نتهاتف. تفضل استاذ. شو هالورقة؟ استاذ هاي طلب من مدير المرآب من شان. آسي مايا، انا كم مرة قلتلك ما بيصير يطلع لعندي هيك طلب بشكل مباشر؟ المفروض يطلع لعندي عن طريق التسلسل، فهمنا يا آسي ولا نعيد ونفتي؟ مفهوم استاذ، انا آسفة كتير. لحظة شوي. مور استاذ. ليش هيك عاملة بحالي؟ عفوا استاذ شو عاملة؟ ليش ما عطى وشك كل هذا المكياج؟ عفوا استاذ انا ما بدي اسمع حجاج، انا صرت مفهمك اكثر من مرة انه هذا مكان عمل مو مكان سواري، يعني اذا بلا مكياج بيكون احسن. اوكي استاذ انا اسفة كتير. تفضلي على مكتب. ألو نعم. كيفك حبيبي؟ أوف ماشي الحال. أوف ليش هيك عم تنفخ؟ ما في شي، بس هي السكرتيرة اللي عندي هزت لي بدني شوي. لا معاشي اللي بدي هزلك بدنك، شبه السكرتيرة؟ صرت منبه عليها أكتر من 100 مرة ما تمعط وشها بالمكياج أثناء الدوام، بس مع مين عم تحكي؟ ما في نتيجة، عبس بتجيني كل يوم على الدوام على آخر طرز وكأنه جاي على حفلة سهرة. وأنت ليش زعلان؟ مو أحسن ما تجيك نفس شعراتها وقلبي خلقتها؟ يعني حياتي على القليل الواحد بيشوف له منظر ببل القلب. يا ماجدة صدقيني أنا ما في شي ببل قلبي بهالكون كله إلا شوفتك. بعدين أنت بتعرفيني وبتعرفي طبعي، لا بحب أطلع بسكرتيرة ولا مكرتيرة، هذا اللي كان ناقص والله. إيه والله يا طلعت أنا بعرفك منيح وبعرف حياتي إنه بيعمره مزاغ نظرك برا. وليش ليزوف بقى؟ يعني في انسان عاقل بهالدنيا كلها عنده جوهره غاليه مثلك وعينه بتطلع لبرا؟ عم تحكي من قلبك؟ طبعا من قلبي، منين بدي يكون يعني؟ الله يخلي لي اياك. طلعت بدك تتاخر اليوم على الغداء؟ لا حبيبتي رح اجي على موعدي، ليش بقدر بتاخر يا روحي؟ يخلي لي اياك يا رب. ويخليكي انت كمان. صحيح ما قلتي لي شو مناسبه التليفون؟ لا حياتي ما في شيء ابدا، بس حبيت اطمن عليك. يلا ما رح اعطلك، بدك شيء؟ سلامة قلبي. مع السلامة. عم ينفذوا عقوبة سيدي. عقوبة شو؟ شافتهم الست عم يلعبوا طاولة من جديدة، قامت قامت لنا نعاقبهم. امشي 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 امشي. إذا كان هيك بيستاهلوا. يلا وراء دور.
سكب لكم شوربة مدام؟ لا أنا بسكب. روحي جيبي صينية الكبة من الفرن قبل ما تحترق. موفق بده يحكي معك مدام. خليفه. شو يا ماجدة؟ لأمتى بدك تضلي عم تعاقب الشباب؟ لحتى يتربوا مني حياتي. عفوا مدام. شو يا موفق؟ عاقبت الشباب مثل ما أمرتي. ولا برافو، تربوا منيح؟ إيه الله وكيلك، وبس توبة 100 مرة. طب خلص أوكي، حاجته، صرف أنت. شكرا مدام. على فكرة طلعت، هالعناصر ما بينعطوش أبدا، دغري بينجلقوا. يا ستي إذا مو عاجبينك ببدل لك ياهم، ولا يهمك. لا حياتي معلش، خلص خليهم ما في مشكلة. اعطيني رايك بهالكبه. من قبل ما ادوقها بتاخذ بعد. هلا انت دوق بالاول. شغلك ولا شغل ولانا؟ هو شغلها بس تحت اشرافي طبعا. اسلموا ايديك كثير طيبه. يعني عجبك اشرافي؟ طبعا عاجبني. يا ستي انا بعجبني اشرافك على كل شيء، حتى اشرافك علي انا بعتبره مكسب. وسهلا بالصبايا، شرفتونا والله. يا اهلا وسهلا. ايه ماجدة خانم، شو اخبار الاستاذ طلعت؟ يا ستي ما في احسن من هيك بالدنيا كلياتها. يا سلام، وكيفك انت وياه؟ عال العال، مثل السمنه على العسل، ودائما بيقول لي ميلي حياتي، ميلي ومسندك انا. ايه نيالك يا ماجد على هالرجال، بالفعل بتنحسدي عليه. ليش دخلك؟ شو بن رجالنا؟ يعني ما شاء الله وكان حولهم، ايه ما بينقصوا عن طلعت بشي. يعني كمان هن مسؤولين كبار بهالبلد ومعيشين بعز ونعيم، ايه ما كنا بنحلم فيه. لا تفهميني غلط يا سهام، انا ما عم بحكي عن هذا الموضوع. لكن عن شو عم تحكي؟ يلي بقصده انه صحيح رجالنا مسؤولين ومدللينا كتير وكل طلباتنا عند المستجابه، بس لا تنسي كمان ان عيونهم زايغه لبرا وراسهم خفيف. اه هلا فهمت عليكي، بس صدقيني يا ندى هالشغله طبيعيه كتير، ايه كل المسؤولين هيك الا طلعت. أنا هذا انطباعي عنه. ولا أنت شو رأيك ماجدة؟ والله يا ندى أنت عم تحكي مزبوط. بتعرفي أنا وطلعت عايشين قصة حب مثل الأفلام العربي بالزبط، وبحياة عمره عيونه ما طلعت لبرا أبدا، تعدمين إن شاء الله. هلأ أنت متأكدة من هالحكي ولا الزلمة آكل بعقلك حلاوة؟ متأكدة حبيبتي، متأكدة مثل ما اللي شايفتك قدامي تماما. طب وشو اللي خلاكي تتأكدي؟ هاها حقلك يا ستي، لا تصدقي ابدا انه في مره بالدنيا ما بتحس على جوزة اذا راح هيك ولا هيك، او خبص له شي تخبيصه، او حب يلعب بديله مثلا. وانا بالنسبه لي احساسي بحياته ما خيبني. والله اذا كان هيك معك حق، وبهالصوره صار لازم ندق لك على الخشب. شكرا، يعطيك العافيه. ميرسي لالا. دخلك وانت احساسك شو عم اقلك بخصوص جوزك؟ انا بالنسبة الي ما في داعي استعمل احساسي ابدا. اوف وليش بقى؟ لان صوت كمشته كمش اليد 4-5 مرات. وانا كمان بمرق له كتير لجوزي ومنتم ساكت. طيب يا جماعة ليش ساكتين؟ سمعي التاني شو عم تحكي؟ قال ليش ساكتين؟ قال يعني عدم المؤاخذة، الخدم والحشم والسيارات والعز والنعيم بيخلوا الوحدة تخرس وتبلع لسانها مو بس تسكت. لا حبيبتي لا، انا ما عندي هيك شي بنوب، قسما بالله اذا بحس بهيك شي بخرب الدنيا فوقاني تحتاني فوق راسه. لك انا شو مفكره؟ وساعتها مستعده اتخلى عن كل شي. هو بجوز انت عم تحكي هيك لانك مطمنه او عايشه بالسيف سايد مو مثل حكايتنا. هذا الشي اكيد حبيبتي. اشربوا اشربوا العصير قبل ما يبرد. تفضل. مرحبا يا انسه. أهلي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. طلعت موجود؟ طلعت؟ قصدي الأستاذ طلعت. عفوا مين حضرتك؟ أنا عدنان. عدنان أنا.
وشو بتشتغل إذا بتريد؟ أستاذ لغة عربية. هو يمكن أنت جديدة هون ومشان هيك ما عرفتيني. بقى إذا سمحتي بلغي الأستاذ أنه عدنان بجلال قدره هون. طيب في موعد؟ ولك حبيبتي أنا ما بدي موعد. عفوا؟ آسف إذا رفعت التكليف دغري، بس أنا هيك هيك طبعي، ما بحب الرسميات. طيب لحظة لأتصلك مدير مكتبه. أختي أنتي ليش لحتى تتصلي وتعزبي حالك؟ فوتي قولي له إني أنا هون وصلى الله وبارك، أحسن ما فوت لحالي. ها لا خلص انتظرني شوي. ماشي. ما شاء الله. أدخل. عفوا أستاذ، في واحد اسمه عدنان حابب يشوفك. مين عدنان؟ ما سألته عن الكنية، بس قال إنه بيشتغل أستاذ لغة عربية. شو هالحكي؟ هذا عدنان هرتبشت، خليه يدخل. حاضر. يحرق حريش وهالزلمة وين بنط. تفضل، أستاذ طلعت عم يستناك. شكرا، شكرا. مرحبا طلعة. تحياتي واحترامي أيها المسؤول العظيم. ولك أهلين عدنان. أهلين حبيبي. أهلين يا حبيب قلبي. أنا مهلك أنا مهلك. لك شو أخبارك؟ وين غاطيت؟ وين أنت يا رجل؟ قسما بالله لك وحشة. لك اطلع من هالبواب طلعت، اطلع من هالبواب. لو كان إلي وحشة كنت سألت عني، تحركشت فيني، بعثت لي خبر، ولا هانت عليك رفقة الدراسة وعشرة العمر طلعت. عود 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 وخلصني يا عود. هلا مو وقت لعتاب. أنا سماية بعطينا اثنين قهوة سادة ولا دخلي حدا لعندي. الله يصلحك، ليش هيك قلت لها للسكرتيرة؟ هلا بتفكرني شي زلمة مهم. ولك أنت أهم إنسان بحياتي. صحيح أنا ما عم أتصل فيه، بس صدقني أنت دايماً عبال. بس اللي بدي أفهمه منك هلأ، أنت وين غاطر؟ وليش بتقل حالك علي؟ ولك حبيبي الأمور اختلفت 180 درجة وما عادت مثل الأول. يعني أنت هلأ مسؤول كبير الله يتم عليك، ووقتك مليان، ومشان هيك أنا ما بحب إجي ضيع لك وقتك بقصصي المعدة. هلا حاجتك مراوغة، وقل لي شو رأيك نتغدى سوا اليوم؟ طبعا بدنا نتغدى سوا. لكن معقول طالعني بلا غدا؟ ليك التاني على الحكي اللي ما بينسمع. الو رولانا، اعطيني المدام بسرعه. رولانا اسم موسيقي بطير العقل. رولانا. مرحبا ماجده، كيفك؟ اسمعي انا جايب معي ضيف اليوم على الغدا، رفيقي عدنان هردبشت. بقى رتبي الامور بمعرفتي، ولا تنسي انه هالزلمة بطنه كبير ودرسه طيب. اوكي روحي، مع السلامة حبيبتي. حبيبتي؟ ولك حدا بيقول لمرته حبيبتي بعد 20 سنة زواج؟ شو لك بدي اقول لها؟ اختي. تمر بشي معلم؟ يعطيك العافية انصرف. شو عدنانو؟ عجبك الغداء؟ لك يا سيدي كله حشو ونصران. ماشي الحال مو بطال. ها اذا مو بطال وقشيت الصفرة كلها، كيف لو كان جيد جدا؟ بدك الصراحة والله يمكن صار لي اكثر من سنة ما اكلت هيك اكل. ايه ما شاء الله كان، يعني المدام عاملة على كل درس لون، صفرة ملوكية ما في حكي ابدا. ان شاء الله صحة وهنا. لا وانا مثل ما بتعرف الي مراقب الاكل كتير وباكل بنهم، وبينطبع علي قول الشاعر اذا ما نام لا يصحو بضرب، ويصحو حين يسمع صوت أكلي، وإن جلس بتسلية بنقل فبالغرفان يجلس للتسلي، وإن قالوا بقاع البئر زاد لأعجله الوثوب عن التدلي، وإن يطلب له الجراح بنجا لقطع يد له أو بتر رجلي فخير البنج أن يلهى بمضغ فيصبح غير ذي وعي وعقلي. يا عدنان شو لك نفات؟ بس يا ترى هذا طبخ المدام ولا طبخ الشباب الطيبة اللي عندك؟ لا 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 لا، هذا طبخ رولانا بس بإشراف المدام. على فكرة المدام بتحب تشرف على كل شيء بنفسها، وبتحب كل شيء بهالبيت يمشي بأمره. يا سيدي الله يخلي لك ياها، يعني من الواضح انكم متفاهمين كتير. مو بس متفاهمين،
أنا وماجدة عاملين ثنائي رائع كتير، بس العطر عليك يا مسكين، إمتى بدك تتجوز وتريحنا؟ أنا لا جيب سيرتي بهالمواضيع منوب، خلاص راحت علي من زمان. أخي لا راحت عليك ولا شيء، لساك شاب. تفضل تفضل. الله يجبر بخاطرك، بس الجواز ما بده لا شاب ولا مهد، شو هالحكي هذا؟ بده إمكانيات قبل كل شيء. طلعت وأنت شو ناقصك؟ شو ناقصني؟ أنت قول شو يلي مو ناقصني بيكون أحسن. قال شو ناقصك؟ قال بتعرف طلعت، أنا لو كان وضعي مثل وضعك، يعني عز وجاه ونعيم وسطوة ونفوذ ومال وأملاك، الله يتم عليك طبعا، كنت تجوزت بدل الوحدة أربعة. لا أنت التالي، مين عتفكرك تفكير؟ ولا تأثرت لي بمسلسل حجم تولي؟ لا والله يا طلعت، أنا عم أحكي جد. يعني يا أخي إذا الواحد عنده إمكانيات منيحة وعايش ببحبوحة فليش لا؟ شو المانع؟ وين العيب؟ بدك ياني اتجوز أربعة؟ احكي وما بتزعل مني؟ لا يا عدنان، إمتى كنت ازعل منك أنا؟ احكي اللي بقلبك ولا يهمك. يا سيدي بيقولوا صديقك من صدقك لا من صدقك، ولهالسبب يعني ما بعرف، أنا حاسس إنك مقصر بحق نفسك شوية. من أنو ناحية؟ والله ما بعرف شو بدي لك، يعني بخاف أقول تزعل مني. لك احكي بقى عدنان وخلصني، ما رح أزعل منك شيء. يعني يلي بقصده، يعني صحيح الست ماجدة الله يخلي لك إياها طبعا ست بيت ممتازة وشخصية اجتماعية مرموقة وليدي بكل معنى الكلمة، يعني بس هذا ما بيمنع أبدا إنك تجدد شبابك مع صبية هيك صغيرة فرفورة. أعوذ بالله، ولك أنت شو عم تحكي؟ ولك عدنان اوعى تكون زعلت طلعت. ولك حبيبي ما زعلت، بس مستغرب حديثك. وليش لحتى تستغرب حبيبي؟ أنا عم أحكي بالمنطق والموضوعية والدقة والحياد، يعني أنت ما شاء الله كان عنك، يعني عز وجاه ومال وشخصية حلوة ومئة ألف وحدة بتتمناك. ما اختلفنا. لا وبعدك شاب؟ إيه ما شاء الله كان عنك، إذا ملت على الحيط بتهده. بقى شو اللي بيمنعك تتجوز وحدة تانية؟ لا وحلو، أنت حلو، سبحان الذي خلق لك الوجه الحلو. صحيح ما بقولك لا، بس صدقني يا عدنان أنا بعمري ما فكرت بهالشي ولا خطر على بالي إطلاقا. ولك أخي ليش لحد ما تفكر؟ التغيير بالحياة حلو، لا تقل لي طلع الله يرضى عليك. بعدين البنات الحلوات يا أخي على أفمين يشيل، بنات حواء وردات وأزهار، فاستلهم العقل وانظر كيف تختار. بقى ليش ما بتاخد يعني شي صبية حلوة هيك من جبل العرب مثلا؟ يا سلام يا سلام عليهم وعلى عيونهم الدباحة يا رجل. لك العين عليهم الأنت، لك هالقد قد مثل الزيتون الجلط. إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا، يصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله إنسانا. هاي من جهة. من جهة تانية شو عم أقول لحالي؟ عم أقول أنت زلمة صاحب مسؤوليات كبيرة وتعيب وكل بالك محصور بشغلك وبهموم الناس، ولازم تعمل لحالك هيك يعني طقوس هيك خاصة وأجواء حميمية حتى تصير ريلاكس وتخدم لنا هالبلد. وليش من جبل العرب بالذات يعني؟ يا سيدي مو شرط تتجوز من جبل العرب، خد حلبية مثلا. شبههم الحلبيات؟ الحلبية ست بيت من الطراز الممتاز وطبخة لا يعلى عليه بالكرة الأرضية كلها، وعلى كباب وكباب وصاجية لخيو وسمائية وسفرجلية وسندوانات وأكل من أحسن وإلكن. وغير هيك كمان الحلبيات بيحبوا يدللوا جوازهم كتير، لقوا حلوات دلع ودلال وكمان وجمال وكتف أكابري إذا لبسوا لخيو طول أوامة الغصن البان. وصدقني يا طلعت، صدقني بتعيش العمر عمرين وبترجعك الحلبية لورا 20 سنة على القليلة. وفوق هالشي الحلبية لخيو بتحب الكيف، بتحب الطرب والفن، أي لكن
ايش شايفني فاضي لحتى اقعد غني انا وياها؟ هذا اللي كان ناقصني. وليش لحتى ما تغني يا حبيبي؟ لا غني يا اخي غني، لشو ناقصك لحتى ما تغني؟ الله وكيلك، الواحد منا بكره بيموت وما بياخذ معه شيء من الدنيا. بعيش حياتك، فرفش، انبسط، لا تسال على حدا. بكره بتغني لك مش قادر اقول انت الجاني واصبر على طول على احزاني، او بتغني لك وهي واقفه جنب الشباك لخيو عم بتجاكرك، ومن الشباك لرمي لك حالي، ومن الشباك لرمي لك حالي، يا طلعت بيك لرمي لك حالي. يخرب بيتك يا عدنان، شو انك داهي؟ اوينك طلعت؟ ليش ما بتاخذ جبلاويه او من بنات الساحل عموما؟ يا سيدي قسما بالله ما في احلى من عشرتهم الحلوه ومعشرهم الرائع. ما بعرف، يمكن هوى البحر والطبيعه الخلابه مأثر عليهم وحاطيهم ذلك الصفاء النفسي والجمال الرباني. لا وغير هيك بتلاقيهم منطلقات من غير شطط، جريئات من دون غلط، ونيال كل واحد فيهم ارتبط. بقى اذا بتشوف لك شي بنوته هيك جبلاويه طويله بيضاء شقره ممشوقه عيونها زرق بيمغصك بطنك شي طلعات؟ يا سيدي في كل بنت بالساحل بتقول للقمر قوم روح غيب لا اقعد محلك. بس يا عدنان انا صرت بالخمسين. لك واذا كان أتسألين عن الخمسين ما فعلت؟ يبلى الشباب ولا تبلى سجاياه. طيب ما بدك من الساحل، خد من حوران، شبهر الحوارنة. أنت مستقل جمال بنات حوران، ولك يا أخي لك يا أخي عليهم عيون بتسطح سطح، لها مقلة لو أنها نظرت بها إلى راهب قد قام لله وابتهل لأصبح مفتونا معنا بحبها كأنه لم يصل لله يوما ولم يصل. وفوق هالشي عندك هالبشرة البرونزاج يا بعد قلبي، يعني جمال عربي أصيل ما له أخ. شباب ما بدأ من حوران ما؟ طيب خذ من الجزيرة. خلاص عدنان خلاص، شو قصتك اليوم؟ فلتت علي فلتة وناوي تجوزني؟ لا 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 تغلط، أنا ماني ناوي جوزك، أنا عم أقترح عليك مجرد اقتراح. بس أوعى تكون زعلت مني طلعت. لا عدنان ما زعلت، بس بدك الصراحة ما توقعت على الإطلاق إنك تفتح معي هيك موضوع. ولك سيدي اسمع وسطيح، الحكي بلاش، نحن حكينا وتسلينا، وبيني وبينك يا طلعت أحلى من حديث النسوان ما في، لأنه إذا بدي أحكي معك بالسياسة ما رح أخذ منك لا حق ولا بطل. لا تقلي لأنك شو رح تقول؟ هذا سر وهذا مر، وتاني يوم بنسمع هالأسرار كلياتها من الفضائيات العربية. يلا بستأذن أنا. لك شو بستأذن؟ بكير شبك. لا معلش يا أخي طلعت، معلش خليني أمشي. على راحتك، بس لا تغلط مثل عادتك. لا لا إن شاء الله بتلطل عليك كل حين ومين. شكرا كثير على الغداء وتحياتي للمدام. خلاص بيوصل، بس رح ابعث معك موفى يوصلك. لا دخيلك، مالي متعود اركب بسيارات مسؤولين، اخذ رجلي على الميكرو. على راحتك. لا مو من شان شيء، بخاف تفقص الطعمه بتمي، ودبرها وقتها اذا بتدبرها. طيب يا سعيد. حاضر معلم. وصلوا لعدنان على الباب. تمر معلم تفضل. الله معك. سعيد قديش بيجي لهون ما بتعرف الباب. شو راح الضيف؟ راح مدام. العريضة تقرضه شو لزق؟ إلو قاعد 3-4 ساعات ما كان يقوم. وينو سيدي؟ برا مدام. لا وجوزي بيستخفلي دمه وبيسمعله، بتعرفي؟
ما في حدا بيأثر على طلعت غير هذا عدنان، وهذا الشيء كثير بيضايقني. الحق معك مدام. اوف، وشو عرفك انه الحق معي؟ يعني عفوا مدام، انا ما بيحق اللي احكي، بس حضرتك عودتينا كل شيء بنشوفه او بنسمعه بنحكي لك اياه. ليش شو سمعني مدام؟ الله يخليكي لا تحرجيني. وليرولانا؟ نعم مدام. انت من امتى كنتي تخبي عني؟ اعوذ بالله مدام، انا خبي عليكي؟ حضرتك بتعرفي قديش انا بحبك. لكن احكي شوفي. بصراحه مدام، انا سمعت الضيف عم يحكي حكي بشع. حكي بشع؟ مثل شو؟ كان عم يقول له لسيدي ليش ما بتجدد شبابك وتتجوز وحده صبيه صغيره. شو هالحكي؟ متاكده من اللي سمعتيه؟ ايه والله يا مدام، ايه والله، وانا كنت محتاره اقول لك ولا ما اقول لك، بس بعدين قررت اني اقول لك. ايه برافو عليكي رولانا. على كل حال روحي انت شوفي شغلك ولا تجيبي سيري ابدا على الشيء اللي قلتي لي. امرك مدام. يعطيك العافيه ماجده. شو طلعت طول ضيفك كثير ما هيك؟ يمكن ارتخت من فاصله بعد الاكل الطيب. دخلك شو كنت عم تتوتوت انت وياه؟ ها؟ شبنا مالك معي بنوب؟ لا معك حبيبتي ولو. طلعت كنت عم اسالك شو كنت عم تحكي انت ورفيقك عدنان؟ ابدا ما في شيء، حكي وبربرة مثل عوايده، بس الصراحه حب الاكل كثير ومدحك. هيك لك مدحني فعلا. يضحك شو هالعدنان الاردمش، فعلا بيحكي مواضيع بتضحك فعلا انه نحفي. فعلا فعلا انه نحفي. شبك اليوم مريضة شي؟ لا ابدا، ليش استاذ؟ كاني حاسك متغيرة وشك اصفر. لا بجوز لاني ماني حاطة مكياج على وشي. صحيح جايز، لكان ابي حط شوية مكياج على وشك بيكون افضل، لانه المكياج الناعم على وش البنت بيوحي بالتفاؤل. حاضر استاذ، امرك. أمر مدام، قالوا لي إنك طلبتيني. عدنان هردبشت، بتعرفه منيح؟ عدنان هردبشت رفيقه للمعلة؟ إي نعم. إي بعرفه. بتعرف وين بيته؟ إي بعرف وين بيته. عظيم كتير، لكن اسمعني شو رح أقول لك. بتسلم عليك الست ماجدة وبتقول لك ان شاء الله تكون وصلتك الرسالة. طلعت شو اخبار رفيقك عدنان؟ صار له زمان مو مبين. والله ما بعرف، صار له اكثر من اسبوعين مو مبين. اوف، شو السبب؟ ليكون لا سمح الله صاير له شيء. شو بدي يكون صاير له يعني؟
لا تخافي عليه مثل الخلد، بس هو هيك له بالعاده بغض غطات طويله. وين؟ الله اعلم. طيب حبيبي اسال عنه، انت مو حلوه يعني، انتوا رفقه والله لا يفرق بيناتكم. ما في بالعاده تسالي عن رفيقي عدنان، شو القصه؟ صحيح، بس يعني انا بحس انه انت بتاخذ راحتك معه وبتنبسط. والله بيسليني كثير، بكره رح اتصل فيه وشوف شو اخباره. كيفك عدنان؟ شو اخبارك؟ وينك يا رجل لا حس ولا خبر؟ لك ما قلت لك لا تغط علي؟ ايه حاجتك بقى، اطلع من هالبواب. شو رايك تجي لعندي اليوم المساء؟ تجي على المكتب؟ ليش على المكتب؟ لا لا لا، ما بحب المكتب. اخي بتجي لعندي على البيت، بالبيت بناخذ راحتنا بالحكي اكثر. اخي ما بدي اعتذارات وما بدي اياك تجي على المكتب. خلاص مثل ما عم اقول لك، اليوم الساعة 8 المساء بتكون عندي بالبيت، لا تنسى. ماشي عدنانو؟ اوكي. الله معك. يا عدنان، ما قلت لي من شو هدول الكدمات اللي بوشها؟ ايه شغلة بسيطة، كنت نازل على الدرج، قمت تزحلقت بقشرة موزة وقعت على وشي. طب لا والله يا عدنان، باين الشغلة مو شغلة واقعة، أكيد عامل لك شي مشكلة وعلقان شي خناقة. ايه شو أنا ولد صغير حتى أعلق بخناقة؟ اللي كنت أني شلون بيحكي. المهم هلا بتعرف إنه صار لي أسبوع وأنا عم فكر بالموضوع اللي حكيتني فيه؟ أنا موضوع؟ موضوع الجوازة. أنا جوازي شبان عدنان، ما حلك تنسى بالمرة الماضية وقت اللي جيت لعندي وقعدنا هنيك، مو أنت اقترحت علي أن اتجوز على مرتي؟ أنا اقترحت عليك تتجوز على مرتك؟ ايه أنت، وبالعلامة قلت لي خود بنت صغيرة مشان تجدد شبابها. تجدد شبابك؟ أما هي سمعة قال يجدد شبابه، قال ليش مالك شايف حالك كيف خطيرت وهرهرت؟ ايه بقى ناقصك جوازة تانية انت؟ عال والله بده جوازة تانية. نكتة الموسم هي. شي انت اكيد صار معك فقدان ذاكرة، ما في كلام. طيب انا رح ذكرك اكتر، ما قلت لي خود بنت من جبل العرب لانه الجبليات حلوة، او خود حلبية لانه الحلبيات لهم مراقب الطبخ والطرب، او خود جبلاوية لانه الجبلاويات. لك شو عم تخبص انت؟ شو عم تخبص؟ ايه ما صار بيني وبينك هيك حديث منوب. لك شو جنيت انا لحتى افتح معك هيك موضوع؟ جنيت انا؟ مشان الله طلعت لا تمزح معي هيك مزح، مشان الله. بعدين اذا انت ناوي تتجوز على مرتك يا اخي تصطفل، بس مو تلزق الشغله بظهري. طلعت لعمة بعيونك لعمة، لك انت شو عم تحكي انت؟ شوف طلعت، انا رفيقك وبمون عليك وما بنصحك تعمل هيك شيء على الاطلاق، وقسما بالله اذا بتفكر مجرد تفكير انه تتجوز على الست ماجدة، لا انت رفيقي ولا انا بعرفك، انت من طريقي وانا من طريق. عفوا يعني العامة قال يتجوز على الست ماجدة، قال روح اضحك بعبك وحمود ربك واشكره انه عندك بالبيت هيك جوهرة نفيسة كل الناس بتحسدك عليها. لك يا سلام، لك يا سلام، سلم على الست ماجدة. شو اكابر ست بكل معنى الكلمة، جمال، اناقة، فهم، ذوق، ثقافة، علم، تواضع. لك هذا كله غير حضور الاجتماع المؤثر وشخصيته الفريدة وذكاء المتقد وبديهيته الحاضرة وحديث العذب ولسانه الدافي وأفكارها العصرية ومنبتها الطيب وأصولها الشريفة العريقة وقلبها الكبير. بعدين وينك؟ وينك طلعت؟ قاسما عظما والله على ما أقول شهيد إنه هالمركز المهم اللي أنت فيه وكل هالعز والجاه والنعيم يلي حواليكم والست ماجدة كوم. طول بالك عدنان، شو صار لها؟ لا يا طلعت، لا أبدا، مو هيك بتتكافأ الست ماجدة. بالفعل إني انصدمت فيك وما كنت متوقع يطلع منك هيك شيء أبدا. ما بعرف شو بدي لك. لك ما بعرف لك، يعني كأنه أنت مو طلعت اللي بعرفه أبدا. لا أبدا مو طلعت أنت اللي بعرفه منوب. الله لا يعرفك بحكمة، شو عم تحكي انت؟ شوف طلعت،
صحيح الكرسي بغير بغير والمنصب بيعمي على قلب البني آدم، وبعض المسؤولين بصير معهم هيك نزوات ولحظات طيش، بس بصراحة مو لهالدرجة. مو لهالدرجة منوب. ومو انت يا طلعت، مو انت ابدا. معلش طلعت، ولو بدك تزعل مني زعل يا اخي، انت حر، بس لا تأخذني بهالكلمة. انت انزلت من عيني، سقطت سقطت سقطة شنيعة. قال شو بده يخرب؟ قال بده يتجوز بنت صغيرة. ليش شبه هالست ماجدة؟ هالست الأصيلة يلي صبرت معك وكافحت وشقيت لحتى وصلت هالمواصيل، شو ذنبها؟ هذا جزات معروفها معك؟ هاد؟ لا، وكأنه ما بتعرف أنه وراء كل رجل عظيم امرأة. لك مالك علي يمين تحلفني، لولاها كانت نهشتك لدياب والواويات وصرت تركض حافي بالبراري. هيك هيك صرت هيك هيك هيك. لك خدنا خدنا بحلمك، خليني فهمك، شو بك بحد فرد تحتي؟ كمان بدك ياني ما انبحت؟ لا، بلغ السيل الزبا وجاوز الحزام الطبيين. عن اذنك سيد طلعت، انا ماشي، بس قسما بالله اذا بتفكر تتجوز على الست ماجده لا انا رفيقك ولا انت رفيقي، فهمت؟ طول بالك اوعك طلعت، طول بالك طول بالك عدنان. شو طول بالك؟ برا طول بالك برا بطيخ مبسمر. عال والله عال، هذا اللي ناقصنا. حلو عليك الباب شو بلقيت حدا الا لست ماجدة. اني انا ست ماجدة بتسلم عليك كثير وبتتشكرك على الكلام الحلو اللي حكيته بحقها. بتتشكرني الي؟ على كل حال انا ما حكيت الا ضميري. مفهوم مفهوم. تفضل، هاي هدية صغيرة من الست ماجدة. يسلموا هالايدين. الحقيقة ما كان في داعي الست تلبك حالها، يعني انا عملت واجبي مو اكتر. وبتقول لك الست ماجدة جهز حالك للسفر عن قريب. سفر؟ لوين؟ الست عم تسعى لك بوظيفة ملحق ثقافي بشي سفارة من سفاراتنا برا، والموضوع تقريبا انطبخ. انطبخ؟ عن إذنك. ملحق ثقافي؟ أنا ملحق ثقافي؟ فعلا غريبة. بس يا ترى كل يلي بيبعتوهن لبرا مش كل جية مثلي؟ العمى ضربكم، مو شايفين هذا الحيط؟ شبه سيدي؟ ما في ولا صورة إلي. مين المسؤول عن الحيط؟ أبو شعلان سيدي، أبو شعلان. شو يا أبو شعلان؟ مزبوط سيدي، أنا المسؤول، بس الله وكيلك ما انتبهت له، ما شفته. انزل لزق كم صورة أنت وياه، بسرعة لشوف. يلا معلم. العمى، وليش هالصورة معلوبة كمان؟ ولك يا أبو شعلان؟ نعم معلم. هاي الصورة مين قلبها؟ الله وكيلك مو أنا يا سيدي، أنا الله أعلم. لكن مين قلبها؟ والله بجوز سيدي جماعة سعيد كالحوت، سنن اللي قلبينا. ايه تعال صلحها أنت ويا بسرعة. هاي اللافتة ليش وقع على الأرض؟ ما في غير جماعة سعيد كالحوس سيدي، ما في كلام. هلا كل شغلة عاطلة بتحطوها بظهر سعيد كالحوس؟ يا سيدي واضحة الشغلة، ما حدا بيهمه يأذيكم غير سعيد كالحوس وجماعته. مزبوط، جماعته بيكرهوكم كتير. ما اختلفنا، بس أنا متفق أنا وياه أنه تكون المنافسة شريفة. سيدي هذا ماله أمان، والاتفاق معه ماله جنس القيمة، مبين كالحوس. يلا تحرك أنت وياه، جيبوا السيبة وتعوا على اللافتة بسرعة. حاضر. ما مثل ما بدون شايفين، المنافسة بيني وبين سعيد الكلحوش شديدة كتير. هو راصد 5 مليون، بس أنا راصد
7 مليون. هو معتمد على أصوات أهل ضيعته تل الفانوس، وأنا لازم أمن أصوات أهل ضيعتي وادي العرنوس، ورح نشوف مين رح ينتصر بالنهاية. أما باقي المرشحين فهدول سمك صغير سردين ما بنحكى فيهم. وهلا سمعوني، شو سويتوا اليوم؟ سيدي وزعنا طحين وسكر وزيت ورز وسمنة وعلب حليب على الطفرانين مثل ما وصيتنا. حلو كتير، لأنه لازم نكسب الطبقة الكادحة. شو سويتوا كمان؟ سيدي وتبرعنا ب10,000 ليرة باسمكم لنادي شد الحبل الرياضي. ماشي الحال، مع أنهم ما بيستاهلوا فرنك واحد. لك يخرب بيتهم، اشتهيتهم يربحوا شي مرة مباراة واحدة بس. على كل حال مو مشكلة. شو ناوي يسوي بكرة؟ سيدي بدنا نحضر حفلة طهور ابن مختار ضيعة الدبسية، ولحرش على الحاضرين باسمكم طبعا سكاكي وراحة الحلقوم وشوية ليرات فراطة. ماشي الحال، مع انه هالمنظوم ما عزمني. سيدي بس عزم سعيد كالحوس، هيك زلمته قال لي. سيدي بتحبوا نروح نخربط له الحفلة ونخطف المطهر؟ لا لا لا، ما بدي مشاكل بنوب، نحنا لازم نبين حضاريين. ايه شو صار معك يا مخلص؟ سيدي اللي بيحقلن ينتخبوا هون بالمنطقة الراشدين، يعني ضيعتنا واللي حواليها 1890 شخص. بدي أصواتهم كلها، ما بدي صوت يهرب لعند سعيد كالحوسة. من هالناحية ولا يهمك شفيق بيك، وبصراحة أنا محضر لكم مفاجأة رح تنبسطوا منها كتير. وبعدين وين المفاجأة اللي محضر لي إياها؟ ما بقى إلا نوصل عليه. وأكيد رح تنفعنا بالانتخابات. ولو أكيد بعجبك أنا. ها ليكو إجا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام نزير. بعرفك معلم، نزير ابن خالتي من ضيعة تل الفانوس. اهلا وسهلا، شو راح يفيدنا الاستاذ بالانتخابات؟ اي سيدي، انا تعينت مراقب على صندوق الانتخابات بالضيعة، ولهالسبب نزير راح يبلغنا بسير العملية الانتخابية اول باول. يا سلام، حلو كتير. ومن جهة الاكرامية نزير ولا يهمك، شفيق بيك ما راح ينساك. طبعا طبعا، وانا كمان ما راح انسى، راح انقل لك اخبار الانتخابات اول باول. ان شاء الله هيك يا رب نكفيكم بالافراح. يسلموا ايديكم يا شباب. الله يعطيكم العافيه. تفضل اخي شاهد. يلا تفضل حسين. يسلموا. الله معكم. الله معكم يا شباب. يسلموا يا شباب. سجل 2. السلام يا شباب. هليم الشباب، هليم مواطنين، تفضلوا بتعرفوا. عباس اوعى تتركهم لجوا معهم لجوا. حاضر معلم. تفضل هويات بس. دفعة واحدة بس اتأخرتوا، صاركم ساعة رايحين. يلا يا شباب، كل واحد هويته بيده. شرفوا. على مهلكم على مهلكم. يلا شرف حجي شرف. تفضلوا تفضلوا. أهلا وسهلا. تفضل خد هوياتهم. ايه ليك، كل واحد هويته بيده. شرفوا. يلا تفضلوا. استوى يا شباب، الله يعطيكم العافية يا رب. المعلم ما راح ينسالكم ياها. الله معكم. الله معكم. الله معكم يا رب. انتخبوني؟ ولو معلم بدها سؤال. مخلص سجل صوتين. وليش صوتين؟ والثالث وين راح؟ الثالث ما رضي ينتخبك، انتخب اسماعيل سوسحلو. الله لا يعطي العافية، انتخب اسماعيل سوسحلو؟ ايه هذا بيستخسر ينتخب حاله. يا ضيعان الصوت سوسحلو. يعطيكم العافية يا جماعة. الله يعطيك. بيضت وشنا، الله يبيض وشكم، وتأكدوا انه اصواتكم ما راح تروح هدر مع شفيق بيك. يلا مع السلامة. ما بتوصلونا؟ لك شو نوصلك يا اخي، ما لنا فاضيين. درجوا يلا مع السلامة. سجل عندك 6 اصوات. انت متاكد انه كلهم انتخبوني؟ ولو يا بيك متاكد، حلفوا لي يمين. قلبي مو مطمن. سجل 4 يا مخلص. اهلين نزير، طمني شو الاخبار؟ شفيق بيك قلوا لجماعتك يشدوا الهمة شوي، لأنه هدول جماعة سعيد كالحوس عم يشتغلوا من قلب ربهم وما عم يضيعوا وقتهم منهم. فقلوا لجماعتك يشدوا الهمة بقى. وقديش بتقدر عدد الأصوات اللي أخدها سعيد كالحوس؟ يعني شي 450 صوت تقريبا. بسيطة بسيطة. وينك نزير؟ خبرني أول بأول شو بصير معك. مع السلامة. مخلص كم صوت معي لحد هلا؟
402. لا هذا الوضع ما بيسكت عليه بنوب. انا مشغل معي زلم ولا فزاعات عصافير؟ تعالوا كلكم لعجلان. خير معلم؟ في شيء لا سمح الله؟ ولك غريمي صار مجمع 450 صوت وانا لحد هلا 400 صوت. لا شو 400 وصوتين معلم؟ صوتين قردين شو الفرق؟ وينكم؟ بتجيبولي كل زلمه ما انتخب، نسوان رجال عفاريت الكل بتشحطوهم لهون. بسمع على شوف امرك معلم. حاضر بيه. ساتك وايد شوفه، تحرك شوفه، يلا حاول جوا. وينه؟ شو يا ابو شعلان؟ كم واحد جبت بهالنقله؟ 10. عظيم، وان شاء الله كله انتخبوني. ايه تمام. وينك؟ شد لي همتك وجيب نقله تاني. يلا مع السلامه. سجل لي عندك 5 لانه هذا ابو شعلان كذاب، نص كلامه بتكبه بالبحر. الو، اهلين نزير، طمني شو الاخبار؟ شو اخبار غريم الكلحوس؟ جاب بيت ابو كعب وانتخبوه كلياتهم، هدول بيطلعوا لهم شي 44 45 واحد. وهلا راحوا جماعته يزقوا بيت غول المرستان كلياتهم يجيبون لهون، وهدول كمان بيطلعوا كتير كتار. بقى شفيق بيك، قل لهم لجماعتك يشدوا الهمه بقى. بسيطة بسيطة. وينك؟ خلي عيونك 10 10 ولا تقطعني من الأخبار. مع السلامة. اسمعوني منيح، نحن لازم نعلن حالة الطوارئ، لأنه بصراحة بيتي خرب ولازم نستنفر وما نخلي بني آدم ما ينتخبني، يلي بيحسن واللي ما بيحسن، المريض، الختيار، المكرسح، المجنون، حتى الأموات، إذا بتقدروا تطالعوها من أبرة لا تصوا. يلا نشوف. ان شاء الله ما بننسى لك اياها. اهلين وسهلين، مع السلامة، الله معك. كم ساعة بقي ليسكروا السندين؟ لحظة ساعتين ونص معلم. يلا يا شباب يلا. تعال تعال تعال، على مالك على مالك، اسم الله حولك. تعال حبيبي تعال، واقف انت واقف. تعال شرفو يا شباب، شرفو يا شباب، تعال تعال حولني. على مالك حجي، على مالك، الله يقويك. يلا طالعوا الهويات يا شباب، كل واحد هويته بايده. على مالك على مالك، الله يقويك. مخلص سجل 7. طول بالك لحتى ينتخبوا. هدول مضمونين سيدي. مخلص سجل 1. طول بالك لو يوصل معك على الصندوق بالاول. اطمن معلم، ماسك حاله بيلحق. قديش عدد المنتخبين لحد هلا؟ 760 واحد سيدي. وقديش اللي بيحق له ينتخب بالبلد؟ 811. الله يقويكم يا شباب. الله يعطيكم يا شباب، يعطيكم العافيه. مع السلامه. شكرا يا شباب، شكرا لكم، الله معكم، مع السلامه. معناته بعيان 51 بني ادم لسه ما انتخب. لا سيدي، شو 51؟ باقي صوت واحد بس. شلون صوت واحد؟ بعيان 51؟ لا تجنني سيدي. سلامه فهمكم، في 50 واحد مسافرين برات البلد. ايوه فهمت عليك. ومين هذا اللي ما انتخب لحد هلا؟ ابراهيم خنشور. وليش ما انتخب لحد هلا؟ سيدي مرته قالت لنا انه نزل على البلد بالسوزوكي، اخذ نقله ملفوف. يضرب هو والملفوف تبعه، روحوا جيبوه بسرعه. سيدي عفوا، ما بتصور في داعي، يعني صوت واحد شو حساب معناه؟
بيساوي كل شيء. شو بيعرفك انت؟ الو، ايوه نزير. شو الكلحوس داعس؟ ولا يهمك، وانا كمان داعس، بس قلبي مو مطمن. خليك عم تتصل معي، لك بعرف بقيان ساعتين، ما بتعرف بهالساعتين شو بصير. يلا يلا، الله معك. وينكن؟ جيبوا لي ابراهيم الخنشور من تحت الارض. حاضر حاضر. يا جماعة والنبي جددوا عهد النبي، علموا أولادكم عزة الشهم الأبي، لا تطيعوا ظالما لا تطيعوا الأجنبي. يا جماعة والنبي جددوا عهد النبي، يا جماعة والنبي جددوا عهد النبي. مالي فاضيلة؟ بدي قنينة كازوز تكون باردة، حاكم حلقي مطقطق من هالشو يلي لا قبله ولا بعده. جدول لا ما فيه جدول. تفضل هيك كازوزة. يسلموا دياتك. وين الشريقة؟ شو ما في شريقة؟ بخاف زرزيب. جدول ليه ما عفي؟ وهي شراقة عظيم جدا. كرتون ولا بلاستيك؟ بلاستيك. لا بخاف التشتش اذا دحشت هاون بالتشتش لانه عظيم. خذ. شايف اني شو عم نفعك بشرب الكازوز؟ عالروحة كازوزة، عالجي كازوزة، عالطلعة كازوزة، عالنزلة كازوزة، كازوزة 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 كازوزة. شكرا اخي، فضلت على راسي. وين رايح؟ ها؟ عم نحكي معك ولا مش عاجبينك؟ اخي ابراهيم الله يرضى عليك، عندي شغل لفوق راسي، شو بدك هلا؟ اشتهيت لك هالملفوفة. خذ، إذا بدك كلها مع التبولة أو كبسها مخلل. شكرا اخي. ما بتلزمني. أعوذ بالله، ما بيصير غير تاخذها. صدقني يا سميح إنها طالعة من عيني. بتتذكر راسين الكرمب يلي عطيتك إياهن الجمعة الماضية؟ بس ما تكون بعتنها، هذول هدية مني إلك والهدية بتنبعش. على كل حال إذا طلع موسم البطايطة ما رح أنساك أكيد. إن زلمي آدمي ما بدك الملفوفة تصطفي، أنت حر. خذ يا سماح. سماح، هاي القنينة الفاضي حطت لك ياها هاونها، مع انه حقها مدفوع، بس انا هاي طبعي ابحبش واحد يحط علي وحدة. السلام عليك. تضرب انتو قنين بال والملفوف بدها طعمية للسايس تبعي. شرف شوف. سلام عليك. عليكم السلام. اهلا وسهلا. شرف، حضرتك ابراهيم الخنشور؟ اي بالله، انا ابراهيم الخنشاور. انتخبت شي؟ لا والله لسه ما انتخبتش. اي شرف معنا لكان. لوين بدي شرف؟ على مركز الانتخابات من شان تنتخب مرشحنا شفيق البطة. شفيق البطة على عيني وراسي، بس أنا معيش هوية. ليش وين هويتك؟ وين يعني؟ بالبيت. منجيبها، شو شغلتنا نحنا؟ يلا سوق قدامنا ودلنا على البيت. بديش سوق. ليش؟
لأنه بيتي لحشة حجر من هون. يشرف قدامنا لشوف. تفضل. منيرة يعطيك العافية. الله يعافيك. تفضلوا. انت انتخبتي شاي؟ انتخبت مع خي حسين وقال اخذ علي علبة سمنة من سعيد كالحوس. علبة سمنة؟ وينها؟ شو بيعرفني؟ اخذها خيي. اخذها؟ الله ياخذه. ليش لا ياخذها؟ عبقول لك شو بيعرفني؟ حضرته ما كانش يعطيني اياها. هلا بكفي انت وياها، جيب الهوية وخلصنا. ليش الهوية مش معك؟ لا والله مش معايا، نسيت حملة. يا باقي كيف بتنزل على البلد وبتسوق السيارة وفيش معك هوية؟ هلا مشان الله خلصونا يا جماعة، مو بقيان غير ساعة ونص لسكروا الصناديق. وين حاطت الهوية؟ شو بيعرفني؟ شو فيها بجيبة الجقية الكحلة؟ ما لقيت شي بالجقية الكحلة. دوري عليها بالخزونة، بجوز تكون متحوشي بين فسطينك بالغلاوط. عبقول لك ما خليتش مطرح ما دورت فيه، لا تكون بجيبك ومش عارف. يا باقي؟ أي والله، هاي هي معايا. العمى ما أغباني، بتحصل، بتحصل بأحسن العائلات. هلا خلصنا أنت وياها، شرف معنا، ما معنا وقت. لا لا، بعتذر يا جماعة، أبقدرش. بقدرش روح معك بتاتا، عندي شغل حبيبي. وشو هالشغل بقى؟ أولاً عدوا، بدي طعم الدجاجات. ثانياً بدي ساعد مرتي حبيبتي منيرة، بدي ساعدها بالطبخ والجلي والتعزيل وهلو. مش هيك يا منيرة؟ خلصنا هلأ، بعدين بتساوي كل هالشغلات. بقدرش يا جماعة، ما تحرجونيش، بقدرش بتاتاً. لك وينكن يا جماعة؟ شو صار معكن؟ ليش هلأ ما جبتوه؟ سيدي ما عم يرضى يروح معنا لحتى نساعده بالشطف والتنظيف ونطعمي له الدجاجات. ولك ساووا له اللي بده اياه، خلصوني ما عاد في وقت. وبدي طقم جديد وكندرة لميع. حاضر على راسي، رح نجيب لك طقم ما اللي بدك اياه، بس خلصوني. حلو جدا. وبدي يا ربي شو بدي؟ بدي تعبولي السيارة بنزين. لا يا ربي، مزاوت. ولك رح نعبي لك ياها، رح نعبي يا خلصوني، ساعدوه شوف. حاضر حاضر يا حبيبي. هذول ايه اخي؟ هات البربيش وخذ المشي. ولك خلصوني بقى حاجه كر، خلصوني. لك طرشنا. خلصوني. شرف حبيبي، تفضل. يلا طلع سيارة، خلصوني يا معين.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آسفين خلص الوقت. لا وانت السادة لسه ما خلص. ساعتك مسبعة دقيقة ونص. ماشي الحال، مين بده ينتخب؟ أنا. اسمح لي بهويتك. وهي الهوية؟ شو هالشغلة المهمة يعني؟ هوية طيب. سجل لي إياها، شرف هاي الظرف وفوت على الغرفة السرية. فوت شوي. هاي القائمة حطها بالظرف. أبديش حدا يملي علي إرادته، أنا بنتخب بضميري، مش الانتخابات ديمقراطية؟ هات ورقة من عندك فاضي، هات. شرف يا عمي، هاي ورقة وتفضل على الغرفة. حاضر أنا بتفضل. اطمن معلم. شفيق البطة سعيد كنحوس سعيد كنحوس شفيق البطة شفيق البطة عبد الحميد شنكوت شفيق البطة سعيد كنحوس شفيق البطة شفيق البطة شفيق البطة الناجحون في المنطقة الوسطى 1 جهاد فياض 2 هشام المالح 3 سيف الدين سبيعي نتائج المنطقة الجنوبية 1 إسماعيل سوسحلو 14,250 صوت عبد الحميد شنكوت 15,320 صوت سعيد كالحوس 17,470 صوت شفيق البطة 17,471 صوت الناجحون في المنطقة الجنوبية شفيق البطة مبروك يا بيك مبروك ان شاء الله الف مبروك يا شفاف مبروك من جوه قلبي الله يبارك فيك يا ابراهيم بس لا تنساني ها لا تنسى كمان اني انا رشحتك صوتي هو اللي رشح الكفي مظبوط مظبوط عم يقول مظبوط يعني لولاي شو كان صار بحالتك يا شفيف كانت حالتك بالويل مظبوط شفيق أني نجحته لا أنت نجحته طبعاً أني نجحته إذا مش مصدق رح أسأل شفيق يا شفيق مين نجحها احكي احكي مين نجحها بلا أنت سامع أني نجحته لولاي ما نجحش الزلمي كان مخوطر وبده صوت واحد من الهوى بس يعني على آخر نفس وأنا اشفقت على أهل شفيق لأنه منظومها آدمي نجحت
ألف مبروك يا أستاذ شفي، ألف مبروك. الله يبارك فيك. أولا على نجاحك بالانتخابات، وثانيا على تكليفك بالإدارة العامة لشركة اللحوم المجمدة. شكرا شكرا، أهلا وسهلا. ألف مبروك. ألف مبروك. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. العز للرز والبرغل شنق حاله. شفي يعطيك العافية يا آنسة. أهلين أمور. بدي أشوف الأستاذ شفيق وبسرعة لو سمحتي. آسفة مشغول، عنده اجتماع. ها؟ اجتماع؟ مشغول؟ مش إلي بينقال هالكلام يا آنسي. أنت بس قولي له بده إياك إبراهيم الخنشور يلي نجحك بالانتخابات وشوفي شو بقليك. لا أنت اللي نجحته بالانتخابات؟ طبعا مين لك نجحه؟ ضيعته يلي نجحته ولا أنا؟ أنا يلي نجحته. يعني لولا صوتي ولولا شفقتي وعطفي علاه كان يتشرشح تبهدل وكان سعيد كيحوز هلق قاعد محله هون بشركة اللحوم الفاسدة المجمدة. بقى يلا الله يرضى عليك يا آنسي، تارك السيارة بالشارع وبخاف يسرقوها. قال اجتماع قال. طيب طيب ماشي، اهلا وسهلا. طيب بشوفك بشوفك بعدين. اهلين اهلين استاذ، مع السلامه. يا اهلا وسهلا. صباح الخير استاذ. صباح النور. شوفي سوزان، قال في واحد برا بده اياكم اسمه ابراهيم الخنشور، قال له فضل عليكم هو يلي نجحكم بالانتخابات. هيك عم يقول. لا حول ولا قوه الا بالله على العلقه. العي فورا، ما بدي اشوف خلقته بنوب. قولي له مسافر، عندي اجتماع. لعم شو هالبليه هي؟ روحي قبل ما ابتلي فيه. حاضر استاذ. لعم على المصيبه هي معقول؟ الو. اهلا اهلا اهلين، انا سلمى. بكره المقابله التلفزيونيه؟ طيب طيب انا جاهز جاهز. اهلين مع السلامه. سيد شفيق، يعني انا حابه اسالكم بعد ما حضرتكم صرتوا بالمجلس، شو هو شعورك لما بتشوف البيت القديم يلي عشت فيه طفولتك الكادحه؟ اخ يا انسه، هالدار هاد له معزه بقلبي لابد الابدين. انا بهالدار هاد اتعلمت الاخلاص والوطنيه والمحبه. ابي الله يرحمه تعيش تعيش احبابكم. بفع الحيط هاد كان يقول لي يا ابني لازم تخدم الناس، ما بدي منك شيء الا خدمة الناس. طيب سيد شافي، شو بتحب تقول للجماهير اللي انتخبتك؟ انا بتشكرها كتير وما بنسى فضل علي ابدا. ولا تنسى فضلي انا كمان يا استاذ شفيق. انا يلي نجحتك ولولايك انسقطت، صح ولا مش صح؟ احكي ضميرك. انت كنت واقف على صوت واحد واني نجحتك والكل بيعرف هالشيء. عفوا لو سمحت، بقدر اعرف مين حضرتك؟ انا اسمي ابراهيم الخنشاور. تشرفنا سيد شفيق. يا ترى شو قصه هالصوت اللي عم يحكي عنه؟ الحقيقه كان الاستاذ شفيق داخل على صوت واحد وانا جيت الساعه 2 الا دقيقه محمولا من بيتي، معطلا من شغلي، مزعوجا من زلم شفيق بايك، وانتخبت شفيق البطه قبل ما يسكر الصندوق، ولهالسبب فاز على سعيد كالحوس بفارق صوت واحد بس هو صوتي. صح ولا مش صح يا شفيق؟ استاذ صح ولا مش صح؟ هاي. صح طبعا صح. شلون لكان؟ عقب قلبه شو هالبلا هاد؟ معقول؟ ولك بهدلني؟ شرشحني؟ لك وين ما كنت بيطلع لي؟ بيلي انا اللي نجحتك، انا اللي ركزتك، انا اللي دفشتك، لعم لك جنني، حتى المقابلة التلفزيونية نزع لي اياها. سيدي إذا بتحبوا بنخفيه من على سطح الأرض، بس أنتوا أمروا ونحن جاهزين. ولك يا بني آدم شو تخفيه؟ طيب لكان شو بتعملوا سيدي؟ بدي اياكم تعملوا له قتلة مرتبة ينسى فيها حليب أمه، وينسى اليوم اللي انتخبني فيه، وما يحكي بيا تصير بنوب. حاضر معلم.
بس ديروا بالكم ها، اوعكم تروحوه. ابو رعد بعرفك ايدك تقيله، يلا روحوا. ولا يهمك سيدي ولا يهمك، ان شاء الله الدوره الجايه الله بينصرك وبتكسحه لشفيق البطه كسح. انا اللي حارق قلبي وما مخليني نام الليل اني سقطت من شان صوت واحد. سيدي انا عرفته لصاحب هذا الصوت. مين هو؟ هذا اسمه ابراهيم الخنشور سيدي. ابراهيم الخنشور؟ بسيطه، انا لازم اشفي غليلي منه، لازم. يا جماعه والنبي جددوا عهد النبي، لا تطيعوا ظالما لا تطيعوا الاجنبي. يا جماعه شوف هيك ها، شوف هيك والله. بخيرك خلاص خلاص خلاص، ابخيتش عيدة. شوفوا لابراهيم، اذا من اليوم ورايح بتقول انه انت اللي نجحت الزعيم شفيق البطة ما بتلوم الا نفسك، فهمت ولا لا؟ فهمت حافي، حاضر يا خيي. اسمعوا، لا هلا عملنا لك كركرة على الناعم، بس الله يعينك اذا بدك تعيدها. خلاص ابديش كركرة، ابديش كركرة. يخرب بيتك مثل الوحوش، كل واحد فيكم قد الدم، ما لقيتوش تتفششوا الا فيني. لا توعد بيني تجي يا كلب يا بهتان. يا بيخي يا بيخي يا بيخي، علمنا هون. خلاص خلاص خلاص، هلا معلمنا سعيد الكحلوس ما بيستاهل تنتخبه يا حيوان. الكحلوس شو بقول الكحلوس؟ اصلا هي القتله بس لحتى تتعلم السنه الجايه تنتخبه. هاي خلاص خلاص خلاص، لك مين معلمكن انتو؟ يكون حرامي كاني بعرف وينه، بعرفش ليش طول قلبي عم يغلي عليه غلي. السلام عليكم. روح لك عسى ياخذك. وكوينك لهلا؟ جماعة التلفزيون صاروا بيجي ساعتين عم ينتظروك. وك شو بك يا زلمي؟ ليش هيك منظرك؟ عامل لك شي حادث يعني؟ لا مش عامل لي حادث. لك ليش هيك مطبش تطبيش؟ ما في شي ما في شي، خلاص اعطيني شوية مي. ايه سيد ابراهيم، نحن خصصنا لك حلقة كاملة لحتى تحكي فيها. عن شو بدي احكي؟ بدك تحكي لنا شلون صوتك بآخر لحظة رجح الكفة لصالح شفيق البطة. اسمعوني يا جماعة، الحاضر منكن يعلم الغايب، أنا لا رحتش على الانتخابات ولا جيت. يعني ما انتخبت شفيق البطة بنون؟ لا ما انتخبتوش. ولا سعيد كالحوس؟ ولا سعيد البطيخ. وك يا آنسي، أنا شغلت هالانتخابات كلها وبأنحاء العالم، مش بس عنا هون، بأنحاء العالم. ما بتخطعش بعقلي منوب. بعد لنا هالكاميرا بالله. يعني انت مقاطع الانتخابات يا باقي؟ انا؟ شرف معي، شرف معي على الفرع لعند المعلم، شرف. ليش لا سمح الله؟ بتهمة شو؟ بتهمة مناهضة الديمقراطية. يا مريم يا مريم.